السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <سلام عليكم> اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في ليله جديده من ليالي جمعيه المهندسين المصريين بالمملكه العربيه السعوديه ومع المحاضره الثلاثون من مبادره تواصل التطوير والتي انطلقت في 22 من ابريل الماضي وكانت ايه تعقد يوم السبت والاثنين والاربعاء من كل اسبوع و نحن اليوم على موعد مع, مع المحاضره رقم 30 من المبادره مع ليله جديده في اداره المشروعات ومكتب اداره المشروعات الفرص والتحديات ومحاضرنا الليله المهندس محمد السعدني فاهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في هذه الليله ان شاء الله نحن على موعد مع محاضره متميزه كعهدنا مع محاضرنا المتميز المهندس محمد السعدني مهندس محمد السعدني حاصل على بكالوريوس الهندسه المدنيه من جامعه الاسكندريه عام 2002 ويشغل مدير التحكم بمكتب اداره المشاريع بشركة خطيب عالمي مهندس مستشار معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين حاصل على ماجستير العلوم في الهندسة المدنية وموضوع رسالة مكاتب إدارة المشاريع حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في المالية من جامعة ليستر بإنجلترا حاصل على دبلوم الإدارة الاستراتيجية من شارتر مانجمنت انستيتيوت حاصل على بكالوريوس الهندسه المدنيه كما قلت من جامعه اسكندريه عام 2002 وحاصل على عدد من الشهادات الدوليه بي سيرتي بي ام اي ار ام بي سي سي بي بي ام بي وله خبرات عمليه لمده 18 عام منها 12 عام في البرامج ومكاتب اداره المشاريع نس محمد احد المحاضرين الدائمين في جامعات في فعاليات وملتقيات التقنيه لجامعات المهندسين المصريين في المملكه العربيه السعوديه وله العديد من الحضارات في علوم اداره المشروعات المختلفه أستاذ محمد احد المتميزين من القائمين على لجنة التدريب والتعليم في جامعات المهندسين المصريين هناك في السعودية نرحب غاية الترحيب بالمهندس محمد وهو حاليا باحث في بداية الإعداد لمرحلة الدكتوراه إن شاء الله في نفس المجال وله العديد من المحاضرات المتميزه في مجال اداره المشروعات الاخوه الافاضل كما تعلمون المحاضره مدتها ساعه ونصف يعقبها نصف ساعه للاسئله ونقاشات حول موضوع المحاضره او ما يتعلق بخبرات مجال عمل محاضرنا لمزيد من التركيز سنقوم بغلق الشات وقصرها على الادمنز طوال مده المحاضره ثم نتيح للجميع عند بدء فتره الاسئله توجد شهاده حضور للراغبين في الحصول عليها بتعبئه التقييم في نهايه المحاضره تجدونها على الشات وعلى قناه التليجرام وايضا الماده العلميه ستكون متاحه على حساب الجمعيه على لينكد ان عقب المحاضره ان شاء الله ايضا المحاضرة يتم بثها الآن على قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية وعلى صفحة الفيسبوك للتواصل مع إدارة المبادرة يمكن عن طريق قناة تليجرام إن شاء الله لن أطيل في المقدمة وأترك المجال لمحاضرنا الليلة المهندس محمد السعدني أهلا وسهلا ومرحبا المهندس محمد وإن شاء الله محاضرة متميزة كما هو المعهود بك إن شاء الله المهندس محمد معاك بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش عارف لو تاكدوا لي هل الصوت واضح مسموع ولا لا؟ طيب تمام واضح صوت وصوله الله يكرمك <applause> جزاكم الله خير طيب نتوكل على الله ونبدا المحاضره طبعا نبداها بسم الله وشكر للقائمين على الجمعيه جزاهم الله خيرا على المبادرات الجميله تواصل تطوير ما شاء الله يعني كم كبير من المحاضرات جزاكم الله خيرا المهندس هشام الشافعي المهندس مدحت عمر المهندس سامح والمهندس هاني وجميع اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه جزاكم الله خيرا على المجهود الجميل يعني الواحد بيستمتع بالمحاضرات وبقى ينتظرها يعني من وقت للتاني يعني المحاضره النهارده ان شاء الله على موضوع البي ام او مكاتب اداره المشاريع الفرص والتحديات معاكم المهندس محمد السعدني المهندس هشام يعني اسهب في التعريف جزاه الله خيرا فما فيش داعي ان انا اعيد الكلام تاني مره تانيه يعني خلينا نبدا على طول في المحاضره محتويات المحاضره هنتكلم الاول كده على موضوع تعريف لمكتب اداره المشاريع بعد كده النشاه والانماط الاوليه نتكلم على الوظائف وهنتكلم على ظاهره التحول المستمر اللي موجوده في البي ام او وهنتكلم على منهجيه اكسلوس وفي النهايه هيكون في مجال للاسئله والاجوبه. طبعا انا عارف يعني محاضره زي دي بيبقى الحرص معظم الحضور يعني على موضوع الاسئله اكتر وكده فحاولت ان هي يعني تبقى ملخصه برده ما تبقاش مطوله بحيث ان احنا نفتح مجال للاسئله لان كتير من الناس هيسال اسئله متنوعه على المجال او الامور المتعلقه به يعني ف حرصت على النقطه ديت بشكل كبير ان احنا نترك الباب بشكل احسن يعني الموضوع الاسئله برضو في نفس الوقت حرصت ان المحاضره نفسها يعني ما تبقاش بنظام التقليدي لل للتريننج كورسز لا هي يعني ايه متخصصه شويه في الجزئية الرئيسية كتعريف بالبي والكلام على موضوع المشاكل والتحديات زي اسم المحاضرة ما هو الفرص والتحديات إيه على أساس برضو يعني إيه نبقى بنتعرض للأمور اللي فيها تريكس أو الأمور المهمة بالنسبة للمختصين بالبي ام ما يبقاش الموضوع مجرد سرد تعليمي عن البي خاصة إن هي محاضرة بس يعني البي ام او الكلام فيه يطول ويطول يعني إيه فخلينا سريعا نبدأ كده بالتعريف بتاع مكتب إدارة المشاريع من اشهر التعريفات تعريف البي ام واكيد الكل مر عليه يعني في كتاب البيم بوك البي ام بيقول على البي ام طبعا هو بينظر له في البيم بوك من وجهه نظر البروجكت مانجمنت اداره المشاريع مش اداره المحافظ ولا برامج فبيقول ان هو هيكل تنظيمي يوحد عمليات الحوكمه الخاصه بالمشروع هيكل تنظيمي ده بيدينا انديكيشن ان احنا بنتكلم على اورجانيزيشن ستراكشر او بنتكلم على ستراكشر فبالتالي احنا في باب اسمه الاورجنايزيشنال ديزاين او التصميم المؤسسي علم موجود من زمان جدا في علوم المانجمنت بس هنا بدانا نتعرض له من وجهه نظر مختلفه شويه ان احنا بنتكلم على هيكل خاص اللي هو البي ام يوحد عمليات الحوكمه الخاصه بالمشروع طبعا هنا لما اتكلم على الحوكمه قال الخاصة بالمشروع لأن هو بينظر من وجهة نظر البروجكت مانجمنت أو إدارة المشاريع باعتبار إن أنا واخد تعريف البيمبوك. الحوكمة زي ما أكيد الكل عارف موضوع الجفرننس إن أنا بحط صلاحيات بحط رولز بنظم الأثورتيز عشان الأمور ما تبقاش متروكة على الملأ وأكيد كله يعني من البي ام خلاص بقى فاميليار مع موضوع الجفرننس يعني الجفرننس لما بدأت بدأت بسبب في حاجة في العلم اسمها الإيجنسي بروبلم الإيجنسي بروبلم أو مشكلة الوكالة ان في ناس بتوكل اخرين يعني ايه بيوكلوهم يعني مثلا شركه بيوكلوا اخرين او مجلس اداره بيوكل سي او او تنفيذيين فبالتالي بيبقوا حريصين يعني ان التنفيذيين اللي احنا وكلناهم دول كمجلس اداره هل هي هياخدوا الفلوس ويبداوا ان هم يعملوا ستراكشر كبير أو في الشركه ويعملوا شغل جامد وكلام من ده ولا هيبقوا حريصين على الانترست بتاع الشركه نفسها ومن هنا نشات موضوع الجفرنس نفس الشيء بناخد الموضوع ونطبقه على المشروع كل مشروع يكون كومبليكيتد في اطراف كتير ملاك ممكن يبقى اكتر من طرف في الجهه المالكه مالك مشغل مستفيد ممول اطراف مقاولين ممكن يبقى مقاولين متعددين فاستشاريين متعددين فبالتالي ببقى محتاج باستمرار ان انا اهتم بموضوع الاثوريتيز عشان انظم عشان اسهل ان محدش يتعدى الاجراء والصلاحيه بتاعته واتكلم برضه على ان هو بيسهل تقاسم الموارد ان انا اعمل شير للريسورسز، الريسورسز دي ممكن تبقى افراد، ممكن تبقى موظفين موجودين في المؤسسه او الشركه نفسها، والموظفين دول ممكن قسم بيحتاجهم، قسم تاني بيحتاجهم، فعمليه الشيرنج ما بينهم بتبقى محتاجه ان حد يعمل تنظيم للنقطه دي. المنهجيات الميثودولوجيز لو عندنا في الشركه، Procedures بروسيسز خاصه باي شيء بعمله في الشركه سواء ان انا بعمل انسبكشن بعمل ان سي ار في الموقع بعمل مستخلص بعتمد جدول زمني كل شيء لازم يبقى من خلال بروسيجر الادوات والاساليب التولز والتكنيكس اتوقع يعني معظم الترمس دي الناس دلوقتي بقت فاميلير معاها بشكل كبير بسبب ال ام بي او غيرها في تعريف تاني خاص باكسلوس اكسلوس هي تعتبر المشابهه لل ام اي بس في اليونايتد Kingdom او انجلترا الكل اكيد عارفها بسبب شهاده البرنس 2 اللي هي مشابهه لشهاده البي ام بي البرنس 2 واحده من الشهادات الخاصه بالبروجكت مانجمنت المشهوره بشكل كبير في اوروبا والمملكه المتحده في انجلترا والكتاب او الاكسلوس يمكن عندها اكثر من ستاندرد زي برضه ما البي بي فيها اكثر من ستاندرد قايمين برضو على البورتفوليو على المانجمنت اوف سكسسفول بروجرام او البرنس تو بتاعت المشاريع بس ممكن الاضافه هنا ان هم افردوا كتاب وشهاده خاصه بموضوع البي P3O. P3O ام او وسموها بي 3 او بي 3 او طبعا جايه من بورتفوليو بروجرام بروجكت مانجمنت اوفيس او اوفيس فالبي 3 هي اختصار الثلاثه بورتفوليو بروجرام وبروجكت يمكن القوة بتاعتها أكتر كمان إن هي مدعومة حكومية على عكس يمكن البي ام إن هو قائم على الفولنتير فدي برضو بتديها دعم شوية وإن كان يعني بيبقى فيه أحيانا فرق ما بين الجزء الأمريكان والجزء البريتش في عرض الستاندرز بنلاقي دايما في البريتش مثلا المعلومات كثيفة جدا بس بيفتقروا لحتة الماركتنج لنفسهم والتنظيم على عكس الجزء الأمريكان ممكن يبقى شاطر فيها وبيعمل ماركتنج او بيعمل تنظيم حتى للستاندرد بتاعه بشكل افضل. فهنا عرف الموضوع على ان هو بيزنس موديل او النموذج الداعم لتمكين القرار ودعم جميع التغيرات داخل المؤسسه. فبرضه اتكلم على ان هو موديل عباره عن نموذج داعم لتمكين القرار لان هو بيفترض ان انا بتكلم على بي 3 او مش بس بتكلم بقى من وجهه نظر المشروع لا انا بتكلم على بي قد يكون في مستوى البورتفوليو قد يكون في البروجرام قد يكون في البروجكت قد يكون في اغلبهم زي ما هنشوف دلوقتي فبالتالي هو هنا كمان بيتكلم على دعم القرار القرار بتاع الاداره العليا السينيور مانجمنت بيحتاجوا ياخدوا قرارات فبالتالي ممكن يرجعوا للبي 3 او اللي هو موجود في اعلى الهرم بتاع المشاريع في البورتفوليو او في الانتربرايز بالكامل ودعم جميع التغيرات داخل المؤسسه اكسلوس دايما في طريقتها لما بتيجي تتكلم على مشروع بروجكت او بروجرام بتسميه تشينج، التشينج عندها هو البروجكت والبروجرام، وبرده المصطلحات انا بحاول ان انا اركز عليها دايما بحيث ان الفايده تبقى اعم، ما يبقاش الموضوع بس ان هو بي ام لا نبقى شايفين النقاط البسيطه يعني اللي عارفني وعارف المحاضرات بتاعت الجمعيه او غيره يعرف ان انا بحب اتكلم في التفاصيل زياده شويه نظرا يعني الحكمه اللي بتقول من حرم الاصول حرم الوصول فانا بحب اركز دايما على النقاط الرئيسيه لان عشان يبقى عندنا فهم عام شيء طبيعي ان انا لازم ابقى فاهم النقاط الرئيسيه عشان اقدر ابني عليها ما بعد ذلك إيه فهنا اكسل لما بتتكلم على موضوع التشنج بتقصد بيه البروجرام والبروجكت لما بتتكلم على البورتفوليو في الغالب بتتكلم ان فيها تشينجز وفيها بزنس از يوجوال اللي هو العمل الدائم يعني لو بتكلم مثلا على سلسله فنادق مثلا سلسله الفنادق بتشغل الفنادق باستمرار بيجي لها جيستس وتضيفهم وبتضيفهم يعني في الفندق وهكذا وهكذا ده بزنس از usual مع الوقت بتحتاج ان هي تعمل تشينج ان هي تتوسع تعمل renovation للفندق تعمل فندق جديد ده بتسميه تشينج بيكون عن طريق ايه بروجكت او بروجرام التعريف هنا برضو كان في ميزه شويه ان هو قال يشمل ذلك الهياكل الدائمة أو المؤقتة، طبعاً هو بيتكلم على هياكل لأن زي ما قلنا أنه هو بيعتبرها إنها بي 3 o فبالتالي ممكن ما يبقى هيكل واحد، لا ممكن يبقى فيه بي ام او في البورتفوليو أو أكتر من بي في البورتفوليو، بي في البروجرام في كل بروجرام في البروجيكت، ممكن ولا واحد من دول غير بس في المستوى الإنتربرايز على حسب الفكر بتاع اللي بيأسس البي ام دائمه او مؤقته الدائم اللي هو بيبقى على ليفل بورتفوليو اما المؤقت اللي هو على ليفل البروجكت والبروجرام باعتبار ان هم حاجات مؤقته لكن البورتفوليو شغاله باستمرار التي توفر مزيجا من الوظائف والخدمات المركزيه هنا لو نقارن بقى بينه وبين تعريف البي ام اي البي بدا يعمل ايه بدا يقول يسهل تقاص او يسهل تقاسم الموارد والمنهجيات حاول ان هو يحط الوظائف طبعا عشان تحط وظايف البي ام في سطر واحد او في تعريف في الغالب ده مش مكانه يمكن هو عشان بيتكلم برضو من وجهه بروجكت مانجمنت فالسكوب هيبقى محدود شويه لكن الفكره بتاعت اكسلس ان هو قال لا بلاش ان انا احط بقى الوظائف ايه هي بالظبط لا انا هقول مزيج من الوظائف والخدمات وبعد كده اوضح ايه هي الوظائف اللي موجوده طبعا ليه فرق بين وظائف وخدمات لان ممكن يكون بيعمل فانكشن خاصه بيه انه بيعمل دراسه خاصه بيه مثلا ده كده تبقى فانكشن، لكن سيرفيس بيقدم سيرفيس لاخرين سواء internal او external ممكن internal جوه المؤسسه او external لكلاينت. مركزيه او محليه. مركزيه لو انا مثلا عندي geographic مثلا زي المملكه السعوديه فيها مثلا الرياض، فيها القصيم، حايل، جده، فممكن الاقي ان انا عندي بي ام او مركزي موجود في الرياض، وبي ام او local موجود في جده مثلا او في الشرقيه. باعتبار ان انا اقلل من المركزيه شويه ما يبقاش في كل حاجه القرار لازم يجي من الاداره طبعا في بعض الصلاحيات طبقا للجفرنس كرايتيريا اللي بتتحط والتكامل مع ترتيبات الحوكمه وهنا برضو ذكر الحوكمه زي ما ذكرها البي ام بس قال التكامل باعتبار ان الحوكمه ممكن تكون موجوده من قبل البي ام في جفرنس للشركه بالكامل فبالتالي انا مش هنشئ جفرنس جديد وان كان ممكن ان يسند لي التاسك دي لو ده مطلوب من البي ام يعني لكن هو افترض هنا التكامل مع الترتيبات الحوكمه اللي موجوده. طيب هنا في سؤال كده بيقول البي ام او سواء بقى بي 3 او او بي او او ايا كان اسمه هل يقوم كذلك بمهام حوكمه جميع امور الشركه او الشركات الشقيقه في نفس المجموعه؟ يا ريت لو نحاول كده ان احنا في الشات نحاول ان احنا نجاوب يعني. هل البي ام او فعلا بيقوم بمهام حوكمة جميع أمور الشركة أو الشركات الشقيقة في نفس المجموعة تمام مهندس أحمد قال لا هل في حد تاني تمام فيش أي اقتراحات تانية فيش اي حد حابب يقول نعم كله قال لا في حد قال ممكن ممكن بدا ممكن حسب نوع البي مو محروس حسب التخصص نعم بدانا نوزن الموضوع شويه جزئيا قد جميل خلينا نكتفي بالاجابات كده عشان وقت المحاضره برضو وقتكم تمام الفكره هنا بقى في ايه الفكره هنا ان في بعضنا قال لا وفي بعضنا قال اه كل واحد بيحكم من خلال ايه خلال التجربه اللي شافها طيب هو الموضوع عباره عن تجارب ولا الموضوع ستاندرز ومعايير؟ الاصل في البي ام او وفي معظم الظواهر اللي بتنشا في المجتمع ان بيتم ان بيتم دراستها بشكل امبيريكال، امبيريكال يعني بشكل افتراضي ان احنا بنعمل مسح للظاهره اللي طلعت بمعنى ايه؟ بمعنى ان البي ام في الغالب ما بيطلعش او ما طلعش بالشكل ده ان مثلا واحد نزل ستاندرد ازاي تعمل بي ام لا في الغالب ان بدا يلاقي ان في ظاهره بتنشا في المجتمع في الكوميونتي بتاع البروجكت مانجمنت في الشركات في الانتربرايزز بدا ان هو يشوف الظاهره دي ويدرسها هو البي ام او ده شكله ايه؟ طب وظائفه ايه؟ طب الاستراكشر ايه؟ ويبدا يعمل سيرفي بينشا مع الوقت كتب اكاديميه وكتب بروفيشنال كتب الاحترافيه واحد بيالف من دماغه يعني شايف وجهه نظره ايه؟ الكتب الاكاديميه بتقوم على اساليب علميه ان هو بيعمل سيرفي بيعمل استقصاء او استبيان بيعمل انترفيو او كيس ستادي بحيث ان هو يشوف الواقع في ايه وبعد كده تبدا تتكون القواعد ويبدا ينشا الستاندرد عندنا بحيث ان هو يحاول يعمل توحيد ده معناه ان مش شرط ان طالما الستاندرد بيقول كده ان هي لازم تبقى كده ومعناه ان مش عشان احنا شفنا ان البي ام او دايما ما, بي ما بيدخلش في الجفرنس بتاع الشركه يبقى خلاص المهمه دي ما ينفعش ان هي تكون موجوده في البي ام احنا اختلفنا لان هي فعلا ممكن تكون ناس شافتها وفي ناس ما شافتهاش احنا شفنا شركات فعلا بيسند الجفرنس بالكامل للشركه شركات مقاولات هنا موجوده في المملكه بيسند الجفرنس بالكامل للبي ام او وبيسميه حاجه اعلى شويه من البي ام وفي مؤسسات ثانيه سواء طعام او خاص يعني بتفترض ان لا البي ام صلاحياته مش هيدخل في الجفرنس ده يدينا انديكيشن على كلمه it depends يعني موقف باستمرار يعني كتير منكم عارفينه وانا بحب احكيه باستمرار كان في واحده من المحاضرات ان دكتوره انجليزيه كان اسمها ديبرا برايس، دكتوره كانت جايه بتبدا معانا المحاضرات وبدات ان هي تحاول ان احنا ان هي تشدنا او ان هي تعرفنا النقطه دي فبدات تطرح اسئله من الجدليه وبعضنا يقول اه وبعضنا يقول لا. كان النتيجه بتاعتها كلمه it depends, it depends يعني الموضوع يختلف على حسب الكيس. ممكن ينفع وممكن ما ينفعش كل كيس ليها طبيعتها وكل كيس لازم ان هي تدرس بطريقتها او بالسيتويشن بتاعها عشان اقدر فعلا ان انا اقرر او ان انا احكم او ان انا اخد قرار صحيح طيب ده بيقودنا لي الكلمه الشهيره بتاعت النموذج الانسب there is no one size fits all approach الكلمه دي او الفقره دي متاخده من كتاب p 3 او بتاع اكسلوس there is no one size fits all ده معناه ايه معناه ان انا لما باجي اشوف بي ام او ما ينفعش بقى اقول البي ام او على فكره اللي بيحصل ده مش صح، البي ام او ما بيتعملش كده، لا البي ام او بيتعمل بطريقه مختلفه، ليه؟ عشان انا شفت قبل كده بيعملوا البي ام او بالشكل ده. لا لازم يبقى في فلكسبيتي عندنا ان احنا نفهم هو البي ام او معمول ليه؟ مين اللي انشا البي ام او؟ هو البي ام او ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن هيكل، طب الهيكل ده ممكن بالكامل يكون اوفر هيد. يعني ايه اوفر هيد؟ الناس اللي قريبه من كلمه الكوست او الناس اصحاب القرار الخاصين اللي هم الاكزيكتفز او اللي بيبقى مسؤول عن الصرف او المسؤول عن الفلوس رايحه لفين او الريسورسز بتتصرف ازاي بيبقى فاهم قوي أو كلمه اوفر هيد دي معناها ان انا بصرف ومش عارف الفلوس هتيجي ولا لا انا بصرف مقابل خدمه هل الخدمه دي تستاهل ولا ما تستاهلش وعشان كده هو الممول بتاع البي ام او او البي ام او هو اللي بيبقى معاه صلاحيه انه يقول البي ام ده بيعمل ايه ممكن يقول انا عايز البي ام او يعمل كنترول ممكن يقول لا ممنوع ان البي ام يعمل كنترول انا عايز البي ام او بس مش عايز يعمل كنترول انا اللي بقرر عشان انا اللي بمول وانا شايف المصلحه فين الاعداد هتبقى قد ايه فبالتالي كل حاله بتختلف عن الاخرى فالخلاصه flexibility طيب من ضمن الضوابط اللي حطها الكتاب دي بعضها يعني لاختيار النموذج الانسب اهداف المؤسسه واهداف البي ام او سبونسر المؤسسة عايزة إيه من ام هل بتنشئ PMO عشان يبقى عندنا PMO؟ عشان يبقى إحنا متطورين ومواكبين العصر؟ هل عشان نشغل الناس اللي معانا في ام PMO فبالتالي يبقى أوجدنا وظائف جديدة للبيمو؟ لا في الغالب أي أورجنايزيشن لما بتيجي تعمل PMO خاصة شركات القطاع الخاص برضو بتبدأ إن هي تقول أنا عايز إيه من ام إيه هي الأهداف؟ طب أهداف المؤسسة عندي؟ هل إن أنا عايز أطور الناس؟ هل إن أنا عايز أفتح بزنس في مجال جديد فمحتاج ان البي ام ده يبدا ان هو يدرس الكلام ده ويحاول ان هو يستكشف المجال الجديد هل مجرد ان انا عايز اعمل ميثودولوجيز ما كانتش موجوده في الشركه ولا عايز اعمل كنترول للبروجكت عشان البروجكتس بتاعتي معظمها فيها ديلي فبالتالي لازم يبقى فيه اهداف واهداف البي ام او سبونسر واتكلمنا عنها. احتياجات العمل لو في بزنس نيدز زي ما بنقول الفرص الجديده ان في فرص معينه شركه مثلا معينه شغاله في مجال وبدات ان هي عايزه تتطور وتتوسع ان هي تاخد مشاريع او تعمل مشاريع في مجال تاني فبتحاول ده بزنس نيد فبتحاول تكسب النيد دي من خلال ان هي بتجيب ناس او فاهمين في مجال معين عشان ان هم يبداوا يحاولوا يدخلوا الكارير ده او المجال ده ان هو يفتح سوق جديد النضج في اداره المشروعات على حسب النضج شكله ايه ما ينفعش شركه تبقى النضج مستوى النضج فيها ضعيف ضعيف يعني ايه؟ يعني معظم الناس مش معتاده على بقى موضوع البروجكت مانجمنت وعلى موضوع الميثودولوجيز وتمبلتس وفورمز وبروسيسز وكل حاجه لازم تبقى اوتوميتد وسيستم ده كده هيبقى المستوى النضج ضعيف قليل ما ينفعش اجي فجاه مره واحده كده انزل بالباراشوت كده بايه؟ مجموعه من الاستراكشرز عندي خمسه سته بي ام او وهيكله وبروسيسز ولازم تلتزموا اكيد النضج ومستواه مش هيساعدني طبعا النضج ده علم تاني يعني سواء الاكسلوس او البي ام اي الاثنين عندهم مودلز ليه في البي 3 ام 3 في الاكسلوس او الاو بي ام 3 اورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت Maturity موديل في البي ام اي فده بيقيم مدى النضج في المؤسسه طبعا على حسب النضج ساعتها ممكن ابدا اقول هو النموذج بتاع البي ام عندي هيبقى شكله ايه من ضمن الحاجات برضو قدرات الموارد البشريه اللي مقاربه لفكره النضج الريسورسز اللي عندي اخبرهم ايه هل كلهم بي ام بي مثلا ولا هل لسه ما سمعوش عن البروجكت مانجمنت ولا بين بين ولا اعلى كمان من كده والناس فيري بروفيشنال على حسب القدرات اللي موجوده هقدر ساعتها ان انا اوجد لهم نظام معين عدد المشاريع اكيد يعني مش معقول هيبقى عندي مثلا ثلاث مشاريع في الشركه وهعمل ثلاث هياكل بي ام او يعني ما اكيد هيبقى الموضوع متناسب بشكل كبير مع حجم البيزنس في المؤسسه عدد المشاريع والبرامج الحاليه. من ضمن الكلام على البي ام او نشاه البي نفسه. نشاه البي لما بنيجي نتكلم مثلا في سنه 99 ده واحد من اقدم الكتب هو كان كتاب بروفيشنال مش كتاب اكاديمي يعني مش مبني على ارتكلز او مش مبني على ابحاث اكاديميه لا كان كتاب بروفيشنال كان الواحد اسمه دينس مور سنه 99 بدا يتكلم على الانماط اللي هو لاحظها موجوده او اللي هو بيقترح ان هي تكون موجوده كبي فقال ان في البروجكت سبورت اوفيس ده بيدعم المشروع عشان يساعد مدراء المشاريع في اي سيرفيس هم عايزين يعملوها سيرفيس زي إيه؟ عنده مثلا كليم، عنده جدول زمني بيعتمده، عايز إن هو يساعده في أي شيء، عنده مثلا مشاكل بيحلها له، ميثودولوجيز، بروسيدجرز بروسيسز، بيحاول إن هو يظبطها له، فالكلام ده كله ممكن يبقى على شكل دعم، فده بيسميه البروجكت project support office، ونموذج تاني اللي هو مركز التميز أو السنتر center of excellence. السنتر اوف اكسلنس بيبقى مهتم بجزئيتين رئيسيتين الجزء الجزئيه الاولى اللي هي الكاباسيتي Building ان هو يرفع القدره بتاعه الناس القدره بتاعه الريسورسز ياهلهم بشكل اكتر يعمل لهم تريننج يزود لهم الوعي والجزئيه الثانيه اللي هي الميثودولوجيز اللي موجوده جوه الشركه مركز تجمع الخبرات كما يعتبر من التكاليف غير المباشره هنا برضو دين سمور اشار ليها حته ان هي تكاليف غير مباشره احنا ممكن واحنا بنقراها في التعريف كده تعدي وخلاص لكن بالنسبة لأصحاب المال أو صاحب القرار لا تكاليف غير مباشرة يعني بتصرف من الريسورسز بتاعتي فبالتالي لا انا محتاج المصاريف دي يكون ليها عائد انا مش مجرد بقى ان انا بعمل بروجكت وهبيعه لكلاينت تاني هبيعه ان انا هعمله له يعني او هنشئه له فبالتالي انا بكسب او بطلع اي برودكت ايا كان فلا الموضوع هنا مش profitable لا ده انا بتكلم في حاجه اوفر هيد في تكاليف غير مباشره ولا يتم تحميل تكلفته على المشروعات ودوره زي ما قلنا توعوي لنشر المعرفة وإعداد وتطوير المنهجيات من اللي اتكلموا برضو في موضوع المودلز اللي موجودة الكتاب بتاع كيندل ورولينز في 2003 يمكن الكتاب من الكتب الشهيرة بسبب شهادة ام PMOC سي Project Management Office Certified واحدة من الشهادات القديمة بس يمكن مشكلة الكتاب إن هو ما نزلش تحديثات عليه بعد 2003 على ما أتذكر. فمعظم النولج اللي فيه عدى بعديها ارتكلز كتيره وكتب كتيره اتكلمت بشكل مفصل اكتر في كتاب او في علم اداره المشاريع بس فضل الكتاب يعني زي ما هو وده من العيوب اللي بتؤخذ على الشهاده بتاعه البي ام بس طبعا كون ان هو كان في سنه 2003 كيندل ورولنز يعني اكيد كانوا متميزين في ان هم في وقت بدري طلعوا وقدروا يحطوا قواعد مختلفه من ضمن القواعد دي المودلز او التايبولوجيز اللي هي الانماط النموذج الاول نموذج التسجيل والتخزين ان مكتب اداره المشروعات ان هو يبقى بيسجل ويخزن معلومات سواء منهجيات او مقاييس عشان نقدر ان احنا نرجع لها مره تانية تاهيل وتدريب الفانكشن اللي قلنا عليها من ضمن الفانكشنز بتاعت السنتر اوف اكسلنس ان هو يبقى عنده البيست براكتسز الميثودولوجيز يقدر ان هو يوثق الامور دي. عفوا يعني توثيق ومشاركه افضل الممارسات كبيست براكتسز. اما الميثودولوجيز هتبقى في السنتر اوف اكسلنس النموذج الثالث اللي هو المكتب المؤسسه الانتربرايز موديل. الانتربرايز موديل بيفترض زي الفكره بتاعت الدايركتيف اوفيس بتاع البي ام او ان هيبقى عندي في في ليفل الانتربرايز ان في بي ام او هو اللي هيدير المشاريع. ويتضمن مهامه الاداره المباشره للمشاريع او متابعتها. ده كده كانت المودلز الخاصه ب كيندل ورولينز. من ضمن النماذج الشهيره النموذج بتاع البيم ام يمكن احدث كتاب للبي ام اي في 2017 اللي هو ككتاب بين بوك يعني كان الفيرجن او الاصدار السادس لكن طبعا التقسيم نفسه موجود من قبل كده طبعا البين بوك طرحه من من قبل كده يعني. فهو قسم لثلاث انواع الداعمه والكنترولنج المتحكمه والدايركتيف اللي هي بتدير مباشره. الداعمه بتبقى سبورتيف، سبورتيف ان هو بيدعم المشروع، نفس فكره البروجكت اوفيس بتاعت دينس مور ان هو بيعمل سبورت للاوفيس، الاوفيس او بيعمل سبورت للبروجكت، البروجكت محتاج ايه؟ محتاج دعم في ديلي اناليسيز، في كليمز، في اعتماد جداول زمنيه، في تحليل كوست، في عمل بادجت، في عمل بيز لاين، في اي شيء يبدا ان هو يدعمه في المهام دي. فهنا سبورتيف. النوع الثاني اللي هو الكنترولينج كنترولينج لا انا هوفر لك داتا اوفر لك تمبليتس تشتغل عليها او بروسيس وهاجي احاسبك كمان انت شغال ازاي شغال صح ولا لا فين النسب وريني الاداء بتاعك عشان اقدر ان انا اعمل كنترول كمان عليك النوع الثالث اللي هو الدايركتيف الدايركتيف هي بتدير المشروع مباشره زي ما كان في النموذج بتاع كندل رولينز لما اتكلم على الانتربرايز ليفل هنا طبعا حته الدايركتيف في ناس كتير بتعيب على البي ام اي يعني وان كان ده مش 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 صحيح قوي حته ان الدايركتيف ده معناه ان هو بيخلط ما بين حاجتين الدايركتيف انا عندي بي ام او وعندي بورتفوليو مانجمنت بورتفوليو مانجمنت سواء كانوا اسمهم بورتفوليو مانجمنت اسمهم اداره المشاريع ايا كان اسمهم الناس اللي هي بتدير فعليا المشاريع البي ام او في الغالب بيبقى منفصل عنهم بيعمل لهم سبورت خلينا عشان نسهل نسميهم البي اف ام او البورتفوليو مانجمنت بيعمل لهم سبورت او بيعمل لهم كنترول او هيديرهم ازاي بقى دايركتيف اه يبقى انا كده هضطر ابدل الناس اللي موجوده في البورتفوليو بالبي ام او نفسه طيب ما في اوريدي ناس موجوده بتدير البورتفوليو مانجمنت اه ممكن اسميهم هم نفسهم البي ام او زي فكره البي 3 او بتاعت اكسلوس او ان انا اكتفي بس ان انا اكون supportive او controlling فهنا الديبيت بس في الحته دي ان ازاي هيبقى دايركتيف اذا كان هو اساسا في اورجانيزيشن او استراكشر موجود اوريدي للبورتفوليو مانجمنت دي كده الانماط اللي كانت موجوده في البين بوك خلينا ننتقل لنقطه ثانيه اللي هي نقطه الوظايف الوظايف بتختلف وقلنا هيبقى في اورجانيزيشن هيبقى في بي ام او سبونسر هيبداوا ان هم يحددوا الاوبجكتيف بتاع البي ام او ايه احنا عايزين ايه من البي ام او ده؟ ايه الهدف ان احنا يبقى عندنا بي ام او؟ هيأدي وظائف كل الوظائف اللي في الدنيا؟ يستحيل، يعني هيأدي الوظائف اللي احنا فعلا محتاجينها عشان نبقى بنصرف الحاجه في محلها. من ضمن الناس اللي اتكلموا في الوظائف بشكل مبكر اوبري وهوبس، مونيك اوبري ودي دكتوره كنديه وبراين هوبس برضه في كندا. يمكن الكتاب ده كان عباره عن رساله دكتوراه لمونيك اوبري اللي بدات يمكن في 2005 وانتهت في 2008 او 9 بس الكتاب نفسه صدر في 2010 الكتاب جمع مجموعه من الارتكلز كانت سلسله بحثيه بيعملوها مونيك اوبري وبراين هوبس على البي ام في وقت يعتبر مبكر الكتب اللي فاتت اللي كنا بنتكلم عنها سواء كيندل ورولنز او دينس مور الكتب دي احترافية لكن الكتاب ده أكاديمي أكاديمي يعني مبني على articles مبني على papers مبني على أبحاث فبالتالي كل فيه عبارة عن أبحاث surveying تحليل إحصائي عشان يقدر إنه يوصل لنتائج طيب براين هوبس ومونيك أوبري بدأوا إن هم يتكلموا في موضوع الوظائف وعرفوا 27 وظيفة من وظائف مكتب إدارة المشاريع الكتاب ده انا ليه كتب برضه من 7 ل 10 من 2007 ل 2010 لان هو جمع مجموعه من الارتكلز البيبرز يعني اللي بدات تتنشر في الفتره دي من 2007 8 9 10 طيب اتكلموا على وظائف مكتب اداره المشاريع وكان منها جروب اسمه المراقبه والتحكم اللي هي الكنترولنج لاداء المشاريع تحت كل جروب هنلاقي مجموعه الوظائف اللي هم كانوا بيقولوها وهم اللي قسموا في البحث بتاعهم برضو الموضوع ده بطريقه احصائيه قالوا عليها في الكتاب من ضمن الوظائف رفع تقارير عن حالة المشاريع للإدارة العليا إن هو بيجمع ديتا من المشاريع عشان إن هو يبدأ يعمل ريبورتنج ليها في شكل تقرير موحد للإدارة العليا من ضمن الوظائف المراقبة والتحكم في أداء المشاريع إنه يبدأ بقى بفيدباك للمشاريع لا أنتوا عندكم ديلي عندكم أوفر بادجت في الأماكن المعينة فابدأوا إن أنتوا تصلحوا خدتوا إجراءات إيه إيه الإيشو لوج اللي موجود عندكم فين الايشوز فين الريكومنديشن هل فعلا حليتوا الايشوز دي طب ليه معلقه بقى لها فتره طويله الكلام ده كله كنترولنج تنفيذ وتشغيل نظم المعلومات للمشاريع نظم المعلومات زي ما اكيد الكل بقى فاميليار معاها البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم اللي كتير بقت دلوقتي موجوده كذا سوفت وير يمكن اشهرهم مثلا الاوراكل يونيفاير او الاكونكس برضو والتولز بتاعت المايكروسوفت الخاصه بالمايكروسوفت بروجكت لما بيتعمل له كاستمايزيشن ويتسمى اي بي ام في اكثر من تول البرولاينس البي ام ويب في تولز كثيره خاصه بالبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم دايما في التول ما بيبقاش المهم ان هي تادي فانكشنز كتير قوي قد ما مهم ان هي تكون واقعيه عشان لما اجي اتعامل واطبق التول نفسها ضروري قوي ان انا ابقى مراعي الماتيوريتي ليفل اللي موجود عندي في الاورجنايزيشن ما اجيش فجاه واقول لهم التول دي فيها حاجات كتير لو سمحتوا شغلوا لي التول بالكامل شغلوا لي السوفت وير تول دي بالكامل في الغالب ده ما بيحصلش في الغالب بيبدا اللي بيفترض او بيتبنى وجهه النظر دي في الغالب بيصطدم بالحائط او بيصطدم بالعوائق وبيلاقي ان الموضوع مش هينفع فالتطبيق للتولز ضروري ان هو يبقى جرادولي ستيب باي ستيب وما يبقاش كله رول اوت بس ما يبقاش كله ان انا عمال اطلع اعمل امبلمنتيشن عملنا موديول جديد لكذا وموديول لكذا وموديول لكذا لا يبقى الاهم موديول طبقته فعلا بدا يتطبق خلاص الناس بقت فاميليار معاه ابدا ان انا اشتغل على الموديول اللي بعده الداشبوردز او عمل لوحه التحكم والتحديث المستمر لها طبعا مشابهه لتقارير الاداره العليا اللي في الاول بس هنا بيتكلم على الداشبورد الجروب الثاني كان خاص بالميثودولوجيز او تطوير المنهجيات اللي هي قلنا عليها الـ center of excellence او مركز التميز. من ضمنها تطوير وتنفيذ المنهجيات القياسيه procedures, الـ processes الخاصه بجميع الانظمه اللي موجوده في الشركه سواء انظمه خاصه بالكونستراكشن مثلا لو بنتكلم على بي او construction او حتى الانظمه الاداريه اللي موجوده في الشركه. رفع مستوى اداره المشروعات داخل المؤسسه بحيث ان هو يبقى المستوى بتاع الماتيوريتي اعلى. تطوير كفاءة الأفراد يحاول أن يجيب الأفراد ويعمل لهم تريننج سواء التريننج ده يكون اون أو اون ذا جوب تريننج عشان الناس تقدر أن هي تكتسب المهارة بشكل كويس أو شادوينج أن هو يبقى في واحد فاهم بشكل كويس واحد معاه بيبدأ أن هو يعمل زيه أو يديليجيت يفوض ليه بعض المهام عشان أن هو يبدأ يتعلم منه طبعا طرق التعلم مختلفة تقديم الدعم والارشاد هنا السبورتنج بقى اللي بنتكلم عليه باستمرار هنا حطه تحت تطوير المنهجيات من ضمن برضو المهام تقديم مجموعة من الأدوات موحدة المقاييس tools بحيث إن هو يبقى بيحاول يعمل standardization، يحاول إن هو يعمل unification، ان احنا بنشتغل بموديلز واحده يعني لو بنستخدم تكنيك زي الايرن فاليو يبقى الكل شغال بنفس التكنيك عشان لما اقول الكلمه او الترم او الترمينولوجي يعني يبقى خلاص معروف للجميع الجروب اللي بعد كده هو اداره عده مشاريع اللي هو وجهه النظر الدايركتيف ان هو داخل يدير المشاريع بنفسه تنسيق ما بين المشاريع باعتبار ان هو خلاص فوق والناس ريبورتد له اوريدي فهيبقى عمليه التنسيق اسهل بالنسبه له تحديد وترتيب الاولويات واختيار المشاريع دي تعتبر خاصه بالبورتفوليو ليفل اكتر البورتفوليو زي ما بنقول دايما ان انا عندي في حاجه اسمها دو ذا رايت بروجكت او دو ذا بروجكت رايت دو ذا رايت بروجكت يعني اعمل المشروع المناسب المشروع الصحيح ليه لان انا في مرحله البورتفوليو ببقى بختار المشاريع لو بتكلم على البورتفوليو نتخيل كده مثلا مؤسسه طبيه عندها مجموعه من المستشفيات والمدن الطبيه المستشفيات دي بتبدا ان هي مع الوقت بتبدا ان تقول طب انا عايز اعمل مشروع في المكان ده مدينه طبيه في المكان ده بتسلكت البروجيكتس اللي هتعملها بيبقى قدامها ليست اوف بروجيكتس وبتعمل بريورتايزنج ابدا بده لا خلينا في ده ده اهم وهكذا على حسب الكوست بنفيت على حسب البيزنس كيس على حسب البالانسنج او الموازنه إدارة بورتفوليو أو أكثر وهي دي تعتبر إدارة عدة مشاريع يعني إدارة برنامج أو أكثر يعتبر الليفل الأقل من بورتفوليو أو نقل الموارد دي قريبة برضو من موضوع التنسيق ما بين المشاريع نقل الريسورسز نفسها ما بين المشاريع ياخد أفراد من هنا ويوديهم هنا طبعا بتبقى أسهل لما يكون هو الدايركتيف لكن لو هو كان سبورتيف او كنت او حتى كنترولينج هيبقى صعب ان هو يفرض عليهم هيقولوا له لا معلش سيبنا احنا ندير بالطريقه بتاعتنا. الاستراتيجيك مانجمنت خاصه لو بتكلم على البي ام او في ليفل عالي في ليفل انتربرايز مثلا فساعتها ممكن ان هو يقوم بمهام استراتيجيه وممكن ساعتها البي ام او يعني في الكيس دي مثلا ممكن اقول ان البي ام او الاداره العليا او السبونسر اللي هو بيمول البي ام او لما جاي ينشئ بي ام او قال معلش انا مش عايزكم تعملوا كنترول ولا سبورت ما تعملوش الكلام ده انا عايزكم تبقوا موجودين جنبي في الاستراتيجيك مانجمنت عشان تبداوا ان انتم تقدموا لي النصح تدرسوا لي القرارات اللي انا هقول عليها تدرسوا لي الكيسز اللي انا عايز ان انا امشي فيها عشان اقدر اخد القرار المناسب فممكن ساعتها البي ام يبقى مكتفي فقط على كده وساعتها اي واحد فينا لما هيجي يبص وي ويقيم البي ام او اذا ازاي بي ام ما بيعملش كنترولينج اذا بي ام او ما بيعملش سبورت حتى ده مش بي ام او امال ازاي مسميين نفسهم بي ام او لا هي فعلا كيسز موجوده كده ان البي ام او احيانا بيبقى البي ام او سبونسر هو محتاج ان هو يؤدي الدور ده لان الدور ده مهم بالنسبه له يساعده في بزنس موديل يساعده في اوبن لنيو ماركتس بروبوزلز يساعده في تقديم نصح دراسه دراسه دراسات معينه يعني خاصه بالاستراتيجيك مانجمنت من ضمنها تقديم النصح للاداره العليا المشاركه في التخطيط الاستراتيجي يساعده في ان هو يعمل استراتيجيك مانجمنت على اللونج تيرم طبعا الاستراتيجيك بلانينج او التخطيط الاستراتيجي في الغالب بيبقى امتداد للبلاننج المعتاد يعني بياخد نفس التكنيكس نفس الميثودولوجي مع البرسبكتيف او الرؤيه الاوسع شويه المتعلقه باستراتيجيات المؤسسه نفسها. اداره المنافع الـ Benefits مانجمنت واحده من العناصر المهمه اللي بيتميز بيها البروجرام والبورتفوليو عن البروجكت يمكن البروجكت في الغالب ما بقاش في اداره منافع. المنافع او البنفيتس متعلقه بالاوتكم اكتر من الاوتبوت يعني بنيجي نتكلم على مثلا وزاره التعليم مثلا لما بتيجي وزاره التعليم بتنشئ ل مدارس تنشئ مدارس عشان تقلل الأمية تقليل الأمية ده أوتكم لكن المدرسة نفسها بوت. هي ممكن عملت بوت فعلا عملت ديليفربول عملت مدرسة مبنى بس المدرسة دي ما ساهمتش بشكل ما بسبب بقى كثرة المدارس بسبب ان هي بعيدة عن الناس بسبب اسلوب التعليم فيها ايا كان السبب ما ساهمتش في الاوتكم نفسه ما ساهمتش في تقليل الامية فبالتالي انا هنا ما حققتش البنفيت عشان كده في ليفل البروجرام وفي ليفل البروجكت في ليفل البورتفوليو سوري ببقى محتاج اكتر ان انا اشوف البينفيتس هو البينفيت اتحقق انا عارف ان انتوا عملتوا البروجكت اوبجكتيفز خلصتوا المشروع بالسكوب طلعتوه في وقته طلعتوه بالبادجت بقى عندنا المشروع موجود بس هل البينفيت اتحقق؟ لو بتكلم مثلا على امبلمنتيشن ل انتربرايز ريسورس بلاننج مثلا المثال مثل الشهير يمكن انا مقتبسه من الدكتور امجد بدوي مثال جميل لما يجي اعمل امبلمنتيشن ل اي ار بي انتربرايز ريسورس بلان البرنامج ده في الغالب لما بيتعمل له امبلمنتيشن بيبقى اللي بيعمل امبلمنتيشن بخلفيه اي تي بخلفيه فاينانس ممكن بيبقى خلفيته عن الكونستراكشن مانجمنت قليله ما بيبقاش قادر يقدر ويفهم البروسيسز والمشاكل اللي موجوده في الكونستراكشن مانجمنت تبعتها ايه وعشان كده لو حاول انه يطبق مثلا يعني البروجكت مانجمنت موديول اللي موجود في الاي ار بي زي ساب او اس اي بي يعني او اوراكل بزنس سويت او اي اي ار بي بيحاول انه يطبق البروجكت مانجمنت موديول اللي موجود فيها في الغالب بيفشل بس اثناء التطبيق نفسه هو ما بيبقاش باصص للبنفيتس هو بيبقى باصص ان انا يبقى عندي البرنامج موجود متسطب جاهز امبلمنتد والناس اللي بتدير موضوع الامبلمنتيشن بيبقى يعني ممكن عايز ان هو ينجز البروجكت بتاعه لان هو عنده كونسترينز وعنده بادجت فبالتالي عايز يكسب ان هو بيقدم سيرفيس مقابل الفلوس مقابل المكسب وفي نفس الوقت الناس اللي بتتابع معاه من عند المالك في الغالب ما بيبقاش فاهمين قوي ازاي يوصلوا له المعلومه اللي هم عايزينها فبنلاقي الموضوع دايما بيفشل بيفشل لان ما درستش البينيفيتس مانجمنت وهنا برضو نفس الحكايه البي ام او البي ام او لما باجي اعمل امبلمنتيشن للبي ام او قد يكون الاوبجيكتيف اللي عند السبونسر مش واضح مش متوضح بشكل كويس فابدا الاقي ان الامبلمنتيشن نفسه تم بشكل غير جيد هنا انا ما اهتمتش بالبنفيتس واهتميت بالاوتبوتس بقى عندي بي ام او بقى عندي بروسيسز بروسيدجرز بقى عندي سيستم بقى في ناس متعينين اللي هم الثلاث عناصر الرئيسيين البيبل والتولز والبروسيسز وخلاص البي ام او جاهز انه يشتغل واوبريتنج بس المنفعه ما حصلتش البنفيت نفسه ما حصلش ان انا كنت مش عايزه يعمل كنترولنج انا كنت عايز ان هو يقدم النصح للدرجه العليا او كنت عايز ان هو يفتح لي اسواق جديده او كنت عايزه يعمل كنترولنج هو ما بيعملش الحاجه اللي انا كنت عايزه يعملها فبالتالي البنفيتس لم يتم ادارتها طبعا لما بتكلم بقى على البروجرام يعني انا خدت مثالين كده اللي هو البي ام او والاي ار بي عشان سهولتهم لكن لما بتكلم على بروجرام بروجرام بالكامل زي مدينه مثلا مدينة عبارة عن مدينة سكنية تجارية موجود فيها خدمات متنوعة موجود فيها سيرفيسز مختلفة. هدفي من انشاء المدينة ان انا بعمل كوميونيتي جديد يجذب الناس. طيب لو عملت العماير او الابراج والخدمات وما لقيتش ان الناس انجذبت الاوتبوت بقى موجود لكن البينفيت نفسها ما تحققتش فبالتالي البينفيتس مانجمنت بتبقى نقطة من النقاط المهمة. معلش ان انا اسهبت فيها يعني بزيادة بس ايه نقطة من النقاط اللي دايما بيبقى فيها ديبيت او غموض ساعات حتى مش بس ديبيت يعني. طيب من ضمن برضو الوظائف الموجودة في البي مو التواصل والقيام بالمسح البيئه المحيطه ان احنا نحاول نستكشف يعني اللي بيدرسوا استراتيجي عارفين نقطه الامبيكستريتي او ان انا زي ما بيقول ايه المثال بتاع نوكيا مثلا نوكيا ليه فشلت المثال كلنا التالي عارفينه يعني نوكيا ركزت في ان هي عماله شغاله برودكشن برودكشن وسايبه السوق وسايبه ريسيرش اند ديفلوبمنت الار ان دي اللي هو التطور والبحث والتطوير وبدا يطلع تكنولوجيز جديده هي كان المفروض ان هي تبقى ماشيه في الخطين تبقى ماشيه الاستراتيجي الاستراتيجي مانجمنت بتاعتها او اليونت بتاعت الاستراتيجي زي ما بيقولوا علماء الاستراتيجي منهم تاكمان تقريبا مش متذكر اسمه قوي كان بيتكلم برضه على النقطه دي بتاعت ان انا بفصل التيم اللي خاص exploration الخاص بالاكسبلوريشن عن التيم الخاص بالاكسبلويتيشن الاكسبلويت اللي هو بينفذ الاستراتيجي والاكسبلور اللي هو بيستكشف السوق فيه جديد فبرضه ممكن تبقى من ضمن المهام الخاصه ببي لما بتكلم مثلا على شركه في الكونستراكشن معتمده معتاده على طول ان هي تشتغل شغل انفراستراكشر وعايزه تستكشف السوق بتاع البيلدينج عايزه تستكشف السوق بتاع بروجكت مانجمنت مثلا عايزه تستكشف سوق جديد فبالتالي بتحاول ان هي تعمل سيرفي الانفايرمنت من ضمن العناصر التعليم المؤسسي المراقبه والتحكم في اداء مكتب اداره المشاريع نفسه البي هل فعلا ادد فاليو ولا لا هل ده يعتبر قيمه مضافه بالنسبه لي هل انا مستفيد منه بحيث ان انا اقيم الاداء بتاعه عشان يحصل عندي يعني اورجانيزيشنال ليرنينج اداره ارشيف وثائق المشروع ان يبقى في عندي اركايفنج مانجمنت وان كان البي ام اس بتوفر باستمرار التولز دي لكن احيانا في بعض المشاريع وبعض المؤسسات بيقول انا مش عايز اطبق كل البروسيس الموجوده انا بس مهتم بعمليه الاركايفنج لو سمحتوا اعملوا لي بس اركايفنج هو ده المهم اركايفنج حفظ للملفات بشكل ديجيتاليزد او اوتوميتد يعني من ضمن المهام المراجعات اللاحقه للمشروع عشان اطلع الدروس المستفاده ودي كتير من الناس بينساها كتير من المؤسسات ونس المشروع بيخلص خلاص يلا نسحب بقى البروجكت مانجر عشان احنا عمالين نصرف كتير خلينا ننقله على مشروع تاني لان في مشروع تاني مهم بدون عمليه الريفليكشن التامل يعني في احنا استفدنا ايه من المشروع ده ايه اللي خسرناه البرايس بقى يعني اخباره ايه يعني سعر البند عشان استفيد بعد كده في التسعير القادم إيه اتحملت تكاليف معينه طلعت عندي ايشوز معينه محتاج ان انا اطلع الدروس المستفاده دي عشان ما اعش في نفس الغلطه مره ثانيه. ده بيجي من المراجعات اللاحقه. التفتيش على المشاريع ان هو يعمل اوديتنج على المشاريع او هيلث تشيك يعني الجماعه بتوع اكسلس بيسموها هيلث تشيك لكن الاسم الدارج هو الاوديت. انشاء واداره قواعد بيانات للدروس المستفاده مش بس اتامل فيها كمان او ان انا استنبط منها الدروس المستفاده لا كمان يبقى عندي ديتابيز بيز فايدتها ان اي حد موجود عنده ايميل الشركه هيقدر انه يدخل على بيز دي ويبدا انه يعمل لوجن ويسيرش المشكله دي تحل ازاي التولز دي مثلا هي عباره عن ايه ايه التكنيكس المناسبه اللي انا استخدمها في حاجه زي دي وهكذا يعني. إنشاء وإدارة قواعد بيانات للمخاطر زي فكرة الدروس المستفادة كمان يبقى عندي الرس نفسها والميتيجيشن بتاعها والحلول اللي كانت موجودة. من ضمن الحاجات اللي حطوها في كاتيجوري منفصلة وسموها أخرى دعم مدراء المشاريع بمهام تخصصية. إن لو مدير مشروع ما عندوش مثلا حد يعمل ديلي اناليسيس زي ما بنقول ما عندوش حد يعتمد جدول زمني ما عندوش حد يعمل له كرييت للبروسيسز بتاعته فممكن يبقى في سبورت له لو ده كان واحد من الفانكشنز بتاعت البيمو اداره الانترفيس بتاع الكلاينت لو الكلاينت عنده بي ام اس او عنده دوكيمنت مانجمنت سيستم دي ام اس لو عنده حاجه زي كده بدرها له بعمل له اوبريت للسيستم بتاعه ده يعتبر الانترفيس بتاعت المان... بتاعت الكلاينت وانا بعمل لها مانجمنت او توظيف وتقييم مدراء المشاريع باعتبار ان هو يبقى البيت الرئيسي لمدراء المشاريع ان هو بيرجعوا له بعد ما بيخلصوا مشروعهم عشان يوديهم مشروع تاني او ان هو اساسا بيعينهم بيختبرهم بيعمل لهم انترفيوينج بيبدا يتابعهم باستمرار ايه المشاكل اللي موجوده عنهم بحيث عندهم بحيث ان هو يحاول ان يرفع من الكابابيلتيز بتاعتهم ده ملخص عام للي كان عمله هوبس واوبري على موضوع البي ام او والفانكشنز او الوظائف بتاعتهم. خلينا ننتقل بقى لحاجه من الحاجات المهمه اللي هي ظاهره التحول المستمر. اثنين من الباحثين اللي هم بلجرينيلي وجراجنا كانوا اتكلموا في ظاهره التحول المستمر بتسمى في الارتكلز او الريسيرش بتسمى الترانسفورميشن او الترانزيشن او البي مود تشينج الثلاث اسماء موجودين لقوا ان بيحصل مع الوقت ان كل شويه بعد ما يحصل امبلمنتيشن للبي مو ان البي مو يبقى موجود يحصل ان هو يقفل والمؤسسه اللي كانت عملت البي يقول تقول لا خلاص احنا مش عايزين بي مو احنا كنا غلطانين وبعد كده ممكن بعدها بفتره يعملوا بي او ثاني او ان هم يغيروا فلاحظوا ان عمر اداره مكتب اداره المشاريع بيتراوح من ثلاث لاربع سنين أبحاث تانية يعني سجلت أرقام مختلفة بس أنا حسيت إن ده ممكن أقرب للواقع، بعض الأبحاث قالت من سنة لسنتين في نفس التايمين تقريبا في 2009 و2010 بس من ثلاث لأربع سنين برضه ممكن يكون إيه يعني بنتكلم في الرينج بس في النهاية بيحصل ترانسفورميشن، ترانسفورميشن عايزين يقدروا يعرفوا إيه سببه، فكان من ضمن الحاجات اللي قالوها الاثنين الباحثين دول قالوا إن البي أم بياخد وباور مسؤوليات وسلطات كانت اوريدي موجوده عند حد تاني. انا جايب بيمو هيعمل فانكشنز، طب الفانكشنز دي حد كان بيقوم بيها تاني؟ ممكن البي اف ام او البورتفوليو مانجمنت كانوا بيعملوها. طيب انا باخد الباور من هنا وبديه لحد تاني، طب ما اكيد ده مش هيبقى اللي اتاخد منه الباور هيبقى زعلان، هيبقى مش عايز يستجيب، هيبقى في النهايه يعني مش مرتاح بالوضع الجديد. فعشان كده لازم يبقى فيه حلول لان دي ممكن تبقى من ضمن المشاكل وهم اثروها في وقت مبكر في 2008 يعتبر وقت مبكر. جمله من الجمل اللي عجبتني صراحه وقالوها قالوا ان in some انستنس بعض الحالات they set themselves up on the organization chart بيحطوا نفسهم كبي مو فوق في الاورجانيزيشن شارت الكلمه الجميله بقى almost like a target to be shot at كانه هدف وانت بتصوب عليه يعني عامل زي لما تروح ايه الملاهي او المولد او حاجه كده وتشوف بقى التنشين يحط لك هدف فوق وانت تنشن عليه فالراجل بتاع البي مو سبونسر مثلا او البي مو مانجر حط البي فوق في الاورجانيزيشن شارت كده كانه هدف وبيتصوب عليه اللي طلع يحط نفسه فوق يا اما عارف هو بيعمل ايه يا اما هو بيضيع البيمو عارف هو بيعمل ايه يعني فاهم ان هيبقى في تشينج جرادولي هيبقى في سبورتنج هيبقى في كولابوريشن هيبقى في انترست اوف اورجانيزيشن هدف للاورجانيزيشن نفسها عشان آه الناس بتتفاعل مع <applause> طيب عشان الاورجنايزيشن نفسها ايه ليها انترست ممكن يكون مختلف عن الانترست او الاهتمام بتاع الافراد فهو عارف هو بيعمل ايه فعلا عارف ان هو اه طالع احط البي في المكان ده مش عشان منظره مش عشان يبقى فوق الناس لا عشان هيأدي وظيفه معينه الوظيفه دي سواء بقى سبورت او كنترول عارف هيأديها ازاي والا هيضيع نفسه وهيضيع البي ام معاه بصراحة في 2008 إن يتقال الكلام ده ده يعني كان اتس تو ايرلي يعني يعني كان جميل. طيب من ضمن برضو اللي اتكلموا في موضوع ظاهرة التحول المستمر قالوا إن أسباب اللايف تايم أو اللايف سايكل الصغيرة دي الثقافة الغير مرنة للمؤسسة. أحيان كتير بيبقى أنا داخل مؤسسة ألاقي إيه؟ ألاقي كل مدير جايب القسم بتاعه قافل عليه ممنوع يبقى في تواصل ممنوع كذا ممنوع كذا ما تدعمهمش تدعمش حاجه مش عارف ايه دي ثقافه تعتبر ريجيد تعتبر غير مرنه بسميها الانرشيا او بتوع الأورجانيزيشنال ديزاين بيسموها الانرشيا زي ما عندنا في السيفل انجينيرنج لو في حد سيفل عارف طبعا الانرشيا بتاع الكاميرا يعني لو عندي كاميرا واقفه بالشكل ده بيبقى الانرشيا بتاعها غير لو بتكلم كده يعني لما الناس بتحط الكاميرا على على الضلع الاكبر بتبقى بيسموها مخدات اكيد طبعا دي بتبقى يعني شغل بلدي شويه وبيبقى ما بيديش الاستيفنس المطلوبه زي لو كانت كده هي دي المقاومه ليه لان لو ضغطت هنا كده يعني مش هعرف اكسرها لكن لو كده عادي هتنحني معايا بسهوله فبالتالي الريجيديتي دي بتخلي ان في مقاومه مقاومه لاي تغيير انا بحاول اعمل تغيير جوه الاورجانيزيشن ستراكشر الهيكل اللي موجود عندي اللي كان طول عمره فيه ادارات معينه ببدا ان انا ازود اداره جديده اسمها بي ام او جايه وليها صلاحيات عاليه طب هم مين دول وعايزين ايه وليه موجودين فيبداوا الادارات اللي هي بتاعه البورتفوليو مانجمنت يقلقوا من البي ام او يقولوا لا ما تعملوش مع البي ام او ما حدش يتعامل معاه غير لما نقول لكم ما فيش حد يكلمه خالص احنا بس اللي نكلمه وكل واحد عمال يحاول ان هو يحضن على التيم بتاعه فطبعا ده ممكن ان هو يؤدي لدوره حياه قصيره، فبيبقى مهم ان يحصل ساعتها بقى موضوع الكولابوريشن، موضوع نشر الوعي، موضوع التعاون بشكل اكبر. الفشل في اداره مقاومه للتغيير. التشينج ريزيستنس واحد من العناصر المهمه، وكلنا يعني بنغلط الغلطه دي، ان احنا لما بنلاقي واحد عنده ريزيستنس للتشينج في نص النقاش كده بقوم جاي قايل خلي بالك انت عندك مقاومه للتغيير واشاور له كده. انت عندك تشينج ريزيستنس الكلمه دي هل متوقعين ان لما اقول لواحد كده انت عندك تشينج ريزيستنس هيقول لي ايوه فعلا عندك حق انا ما كنتش واخد بالي لا فعلا خلاص انا هسمع كلامك انا كان عندي فعلا تشينج ريزيستنس هل متوقعين ان الرياكشن هيكون كده رد الفعل ممكن يكون كده تاكيد لا بالتاكيد هيبدا انه هيعتبرها ممكن شتيمه ازاي بتقول لي كده ايه تشينج ريزيستنس ويبدا بقى يفكر طب ازاي بقى اتحايل عليه لا لا بالعكس خالص انا ما عنديش تشينج ريزيستنس لا ده انا متكيف جدا مع الموضوع وانا قابل جدا للتغيير بس الموضوع مختلف انا كان ليا راي تاني ويبدا بقى ياخدك في سكه تانية ملهاش علاقه بالموضوع مقاومه او معالجه التشينج ريزيستنس او المقاومه للتغيير ما بتجيش بالشكل ده ما بتجيش بالمواجهه مباشره بان انا بلقي اللوم او ان انا بواجه مباشره واقول له انت مقاوم للتغيير لا انا جايب سيستم جديد مثلا بعمل اوتوميشن لمجموعه من البروسيس أو أي حاجة عندي في الشركة بعمل لها أوتوميشن وعايز الناس تتقبل الموضوع ده. مش هاجي مرة واحدة كده أقول هو سيستم يلا اشتغلوا عليه، لا ده أنا ممكن من قبليها أجي أعمل لهم ورك شوبس، أعمل لهم إيفنت وأبدأ أعرض عليهم المشاكل اللي عندنا، وأسألهم إيه الحلول من رأيكم؟ وكننا أنا أوريدي شغال في السيستم بعمل له إمبلمنتيشن، وأسألهم إيه الحلول من رأيكم؟ وأبدأ إن أنا أحاول أمشي معاهم بالكلام لغاية ما يوصلوا لأن الحل إن احنا يكون عندنا سيستمز. حل ان احنا يكون عندنا اوتوميشن حل يكون عندنا تولز ازاي بقى يكون عندنا تولز اه طيب ده الحل فعلا خلينا نحاول ان احنا ايه آه يبقى عندنا فعلا تولز او ان احنا يبقى عندنا اوتوميشن ويبدا يجي السيستم لما يجي بقول لهم اهو الاوتوميشن جاء او السيستم جاء يقولوا ايوه اخيرا جاء ده اللي احنا كنا منتظرينه ده احنا اللي مقترحينه على فكره ما بيبقوش عارفين الاوتوميشن شغال او الامبلمنتيشن للسيستم شغال اوريدي لكن هم حسوا خلاص ان هم بقى عندهم اونر شيب للسوليوشن ده بقى السوليوشن ده هم اللي مقترحينه هم اللي قايلين عليه فلما يجي يتطبق يقولوا اهلا وسهلا ايوه الا طبعا القليل شيء طبيعي ان هنلاقي في بعض الناس موجودين بالرغم ان هو اقترح ان لازم يبقى في حل بس بسبب ممكن كسله ان لما يجي الحل هيقول لا لا الحل ده مش على مزاجي، لا انا كنت يعني ما كنتش اقصد الحل ده، لا اصل الحل ده ما بيتطبقش صح، فشيء طبيعي ان ان الاقي حاجات زي كده ودي بيبقى التعامل معاها بشكل ممكن مختلف شويه. طيب من ضمن الحاجات برضو التعريف الغير جيد لاهداف المكتب، ان انا ما حطيتش جولز وانا بعمل البي ام فبالتالي لما ما حطيتش جولز انا كبي ام او مانجر ما حطيتش جولز للبي ام فالتوب مانجمنت مش فاهمين بالضبط وانا مش عايز ليه بي او ممكن يكون عايزه عشان كنترولينج المشاريع وانا مش في دماغي خالص كنترولينج المشاريع انا في دماغي فكر تاني فبدات امشي بالفكر التاني بس التوب مانجمنت شايفين ان ما بتعملش كنترولينج طيب انت ليه عامل بي ام او ليه بندفع اوفر هيد اساسا طالما اساسا انت بتعملش كنترولي فكان لازم من البدايه ان انا احصل على كوميتمنت منهم ان انا احصل على التزام او دعم منهم لان هم شايفين بالظبط انا بعمل ليه بي ام او مقدرين البيزنس كيس بتاعته موافقين على ان هم يمولوا ويدفعوا في حاجه زي كده عفوا طيب من ضمن العناصر برضو غياب الالتزام والتعهد من المعنيين لو انا عندي المعنيين ان هم أه ستيك هولدرز واكيد كلنا فاميليار مع الترم ده ستيك هولدرز اي حد متعلق بالمشروع او اي حد أه أه بالظبط المهندس محمد كان بيقول أه على الشات موضوع أه التشنج مانجمنت مهم تمام الله ينور ف من ضمن الغياب الالتزام والتعهد من المعنيين من ضمن العناصر اللي بتنجح موضوع الالتزام من المعنيين مين هم المعنيين معنيين اي حد موجود حواليا اي حد بيتاثر باللي انا بعمله سلبا او ايجابا فمحتاج ان هم كمان يبقى عندهم كوميتمنت محتاج ان هم يبقى عندهم التزام خليني اقول لكم مثال بسيط كده لذيذ يعني في الموضوع ده لو انا جاي بي ام بعمل كنترولنج للمشاريع والمشاريع كتير وبحاول ان انا افرض عليهم سياسات وافرض عليهم معايير لازم يمشوا عليها وما بدربهمش وما بدلهمش اي حاجه وبقول لهم لازم تعملوا كذا وبحاسبهم هيبدا يتكون عندهم رياكشن سلبي يقولوا البي ام او لا قال لنا نعمل ايه ولا اعطانا تمبلس ولا عرفنا ولا قعد معانا فهمنا ولا اي حاجه وعمال يحاسبنا يحاسبنا ويطلع في الاخر شكلنا مش كويس قدام الاداره العليا واحنا قبل ما يجي البي كنا احنا الكل في الكل واحنا اللي ماسكين المكان كله يبدا يحصل ايه؟ ساعتها يبقى ما فيش من عندهم يبقى ما فيش التزام يعملوا ايه؟ هي... هيبداوا يفكروا بقى في الحل الشرير اللي هو ايه؟ ناخذ من كل رجل قبيله او يعني <applause> نقولها صح ناخذ من كل قبيله رجل يعني هيتلموا عليه هيبداوا يقولوا طيب خلاص بص المشروع ده انت ما تبعتلوش البيان بشكل مظبوط ابعتله حاجه غلط شويه وانت ابعت له صور مش ابديتد وانت بعت له ايشوز مش محلوله وهي محلوله يعني ابداوا اعملوا له ايه اي داتا كده يعني ديسربشن اعملوا له ارباك كده شويه يبدا البي ام او ياخد الداتا دي كلها الغلط ويعمل بيها تقرير ويرفع للتوب مانجمنت توب مانجمنت يجي نادي بتوع البورتفوليو ايه المشاكل اللي عندكم دي كلها فلان انت عندك كذا يقول له لا مش كذا ده البي ام او بيجيب ارقام غلط الصور اهي بتقول كذا لا الصور دي مش ابديتد طب المشكله دي ما حلتهاش ليه؟ لا دي محلوله من شهر، ازاي هو لسه فاكرها ان هي مش محلوله؟ ويبداوا يحصل بقى عمليه الايه؟ الضرب دوت، يعني ايه طبعا انا مش عشان <applause> ما حدش يقول ان انا بعلم الناس إيه هاروت وماروت. آه لا انا بحاول ان انا اوضح ان ممكن رد الفعل يكون ازاي اللي يوقع البي ام او بحيث ان احنا ندرك الموضوع ده وندرك اهميه التشينج مانجمنت عشان يعني دي تجارب حقيقيه، تجارب شفناها شفناها وعشناها وقفلت بي ام والشخص اللي كان حريص على البي ام بيتنفى بعد كده بسبب ان بيجي المالك بيقول يعني انا صرفت ودفعت وكلفت وعملت اورجنايزيشن ودفعت رواتب جديد كتيره في ناس فيري هاي بروفيشنال وفي الاخر بيطلعوا لي تقرير غلط وهو يعني الموضوع ايه ما كانش في الاتجاه الصحيح بتاعه. فبيحصل ان هو بيقول لا خلاص مش عايز بي ام لو سمحت يعني كفايه خلاص مش عايزين اكتر من كده طيب الافتقار لدعم الاداره العليا ده اللي كنا قلناه من شويه حته التوب مانجمنت نفسهم التوب مانجمنت او الاداره العليا لو حد عامل ريز هاند خلينا يعني المداخلات كلها في في الاخر في فتره الاسئله والاجوبه افضل يعني عشان ايه ما من نعملش تشتت يعني استاذنكم طبعا يعني. الافتقار لدعم الاداره العليا الافتقار لدعم الاداره العليا ان التوب مانجمنت نفسهم يبقى يعني ما عندهمش سبورت مش عاطيين سبورت للبروجكت مانجمنت اوفيس مش شايفين ان هو بيعمل ادد فاليو فبالتالي هيبدا الاهتمام بيه يحصل له ديكلايننج مع الوقت ويبدا في النهايه يقولوا خلاص خلينا بقى يعني ايه نوقف صرف الفلوس الزياده قوي ده لان احنا مش حاسين بالاهميه قوي مش مش عطين دعم بشكل كبير التعريف الغير واضح للسلطات لما ببدا ان يحصل ميكس ما بين بقى البي ام او ما بين البورتفوليو مانجمنت في موضوع الاثوريتيز وده عنده ايه بالظبط وده ايه لو مش حاصل فيها توضيح بشكل كويس فشيء طبيعي انها تحصل خلافات. طيب طولنا قوي في الترانزيشن خلينا نتكلم على نقطه سريعه كده فيها من ضمن الابحاث في 2010 اوبري وهوبس واثنين كمان معاهم بداوا يتكلموا على ان وجدوا يعني بعد ما قعدوا عرفوا عوامل كتير قوي حوالي 35 درايفر او 35 عامل من العوامل يمكن ما اتكلمتش عنهم كده هنا بس يعني ارتكلز موجوده 35 عامل من العوامل اللي ممكن يسببوا انهاء او الشورت تايم بتاع اللايف سايكل وبداوا ان يعملوا بريورتايزنج او يعملوا سيرفي عشان يقدروا يوصلوا للعوامل المظبوطه ولقوا ان التنشن والكونفليكت اللي بيحصل may emerge from this lack of change management بسبب غياب إدارة التغيير إن ما بيحصلش change management بشكل جرادولي بحيث إن أنا أدخل الناس واحدة واحدة وإن أنا أكون بدربهم وبأهلهم بشكل منظم ده بيؤدي لحدوث تنشن وكونفليكت ما بين الديبارتمنتس وبعضها يعني خناقة بقى الناس بتتخانق على السلطات على الباور على الأداء في واحد هنا بيقول لا الشخص ده او مش الشخص بيقول الاداره دي مش بتادي دورها صح انا كبي ام او رايح بقى للبورتفوليو مانجمنت واقول لهم الدور بتاعكم مش بيتادي تمام انا هرفع تقرير للاداره العليا طب هو يعني بسهوله هيقولوا لي ايوه فعلا عندك حق احنا اسفين خلاص روح ارفع واحنا المره الجايه هنغير الغلطه اللي احنا عملناها لا حتى لو قالوها مره واثنين مش هتتقال على طول فعشان كده لازم الكالشر اللي موجود نفسه في التعامل ما بين البي ام او والبورتفوليو مانجمنت يكون في كولابوريشن يكون في فهم ووعي بشكل كبير من ضمن الكوتس برضو اوبري يمكن بعدها بخمس سنين في 2015 كانت ارتكل ليها وكانت منشوره في الجورنال بتاع البروجكت مانجمنت انستيتيوت قالت ان الانكريزنج للبي ام او سبورتيف رول ان انا لما بزود الدور الداعم لمكتب اداره المشاريع ده بيحسن من البروجكت بيرفورمنس هي كانت في البحث ده بدات ان هي تقارن اكتر من حاجه يعني بدات تدرس الكونترولنج رول هل مؤثر ولا لا كانت النتيجه ان لا زيادته مؤثره ولا تقليله مؤثر ما فرقش قوي يعني مش هو ده اللي بي بيأثر على البيرفورمنس لكن لحظه ان زياده السبورتيف رول ده بيأثر طبعا النتيجتين دول لو جينا عملنا لهم بس ميرج او دمج كده هنلاقي ان احنا ما فيش مانع ان احنا نبقى بنعمل كنترولنج بس مع زياده سبورتيف ليه؟ عشان الطرف الثاني اللي موجود في البورتفوليو مانجمنت يبقى على استعداد ان هو يتقبل مننا يبدا ان هو ياخد البراكتسز يلاقي فعلا ناس جايه بتعلمه بتقول له هتشتغل ازاي مش بتحاسبه بس بدون ما تعلمه. طيب خلينا ندخل على نقطه ثانيه يعني هو طبعا الوقت ايه عدى ساعه تقريبا انا مهتم ان انا افتح باب الاسئله بشكل كبير فاحاول في الجزء بتاع اكسلوس ده معلش اعذروني ان انا هيبقى سريع شويه يعني طبعا في الفتره اللي فاتت او الجزء اللي فات من السلايدز كنت بحاول اركز اكتر على التريكس اللي بتقابلنا اللي بتخلي مثلا بي ام او يفشل او الديزاين بتاع البي ام او يبقى ازاي بحيث ان الموضوع يبقى بلم الحاجات اللي هي التريكس اكتر او السبيشاليتيز يعني اكسلوس uh, زي ما عرفناها قبل كده واحده من الأورغانيزيشنز اللي موجوده في يو كي القائمه على تطوير اداره المشاريع ومن ضمن الكتب اللي اصدرتها البي 3 او بورتفوليو بروجرام اند بروجكت اوفيس النموذج اللي حاطينه كاكزامبل هم بيقول انا ممكن يكون عندي بورتفوليو اوفيس موجود على ليفل الاورجنايزيشن فوق في الهيراركي بتاعه البي ام او مش في الهيراركي بتاعه الشركه كلها او المؤسسه كلها لو بيتكلم على البي ام او او البي 3 او اللي هو ممكن يبقى اكتر من بي ام او فبيقول ممكن يبقى عندي واحد في ليفل الاورجنايزيشن وده هيبقى بيرمننت لان الاورجنايزيشن موجوده على طول بيرمننت، ممكن يبقى تحتيه اثنين بورتفوليو برضه بيرمننت، ايه ده بيرمننت وبيرمننت؟ ايوه لان البورتفوليو على طول موجوده باستمرار. كون ان هو بيضع النموذج ده هو ما بيجبرش حد هو بيحاول يحط ستاندرد كيس او جينرال كيس، الجنرال كيس دي ممكن اجي على ده واقول لا انا مش عايز الاثنين دول. انا هكتفي باللي فوق بس او مش عايز اللي فوق ولا ده انا هكتفي بده بس انا بحط النموذج بقى على حسب الاحتياج لكن هو كاكسلوس هو بيعرف بيحاول انه يعرف جنرال كيس اللي هي تنطبق على حاجات كتير فبالتالي هنا بيرمننت وسماه هاب باعتبار ان هنا ده ممكن يكون سبوك ودول هاب تابعين له ريبورتد له زي مثلا لما بكون بتكلم على اللوكاليزيشن يعني ان انا عايز ان البي ام او السنترال موجود في القاهره وفي بي ام في اسكندريه وبي ام او في اسوان وهكذا بحيث ان انا اوزع السيرفيسز بتاعتي عشان اقلل السنتراليزيشن طبعا اكيد الهيراركي بيزيد لما يكون حجم المؤسسه اللي بتكلم فيها كبير لكن لو بتكلم على مؤسسه صغيره يعني مؤسسه ما اقصدش ان هي شركه فرديه لا اقصد اورجانيزيشن يعني المؤسسه لما تكون حجمها صغير معاها مثلا 10 12 مشروع بس مثلا او حاجه فبالتالي ممكن ما تبقى مش مش محتاجه الاستراكشر ده كله وطبعا اساسا يعني على حسب المؤسسه هي ايه ممكن المؤسسه تبقى كلاينت والمعتاد ان البي ام او ده يكون عند الكلاينت لكن طبعا وارد ان يبقى عند الكونسلتنت وارد ان يبقى عند الكونتراكتور عشان ينفذ مهام معينه هم يرغبوا في تنفيذها خاصه باداره المشاريع ممكن يبقى تحت الهاب ده او البورتفوليو اوفيس ده بروجرام اوفيس لو عندنا برامج وبروجكت اوفيس طبعا مع كل بروجرام هيبقى فيه الاوفيس بتاعه مع كل بروجكت هيبقى فيه الاوفيس بتاعه طبعا زي ما بنقول جنرال كيس يعني مش ده الستاندرد مش ده ان لازم تعمل كده في كل المشاريع لا هو بيحاول انه يحط صوره عامه فبالتالي لو انا عندي على ليفل البروجكت اكيد هيبقى تمبرري وانس ان البروجكت خلاص اكيد هيقفل البي ام ده نفس الشيء البروجرام وانس ان هو خلاص هيقفل البي ام وارد انه يقول لا مش عايز لا بروجكت ليفل ولا بروجرام ليفل ولا بورتفوليو ليفل هو واحد بس في الاورجنايزيشن على حسب الموديل اللي انا هصممه تبعا للكيس بتاعتي مع كل دول في سنتر اوف اكسلنس قد يكون موجود بره الاورجنايزيشن قد يكون موجود جوه البي ام او بتاع الاورجنايزيشن ليفل السنتر اوف اكسلنس اتعرفنا على المهام بتاعته يعني سريعا كده كل واحد ممكن يعمل ايه اللي فوق ده اكيد بيرماننت وبيعمل سبورت الديفينيشن اوف Definition and delivery of portfolio. ال portfolio دايما لما أكسلوس بيعرفها بيعرفها بالنقطتين دول. Definition بتاعها والديليفري اللي هو الشغل المستمر. Of change، تشينج change اللي هو المشاريع. Portfolio of change معناها portfolio of projects and programs across the entire organization or enterprise. طبعا هنا في level ال organization والـ enterprise. اكيد نتوقع بقى دلوقتي ان البورتفوليو ده هيبقى في level portfolio. فهنا هيبقى نفس التعريف بس هنا and project within department او division او geographical region or business unit يعني يعني ممكن ان انا زي ما كنا بنقول geographical location ان انا اجي على القاهره هنا والاسكندريه هنا مثلا او الواحد في الرياض واحد في القصيم او ده في الرياض وده في الشرقيه وده في جده على حسب بقى الاستراتيجي بتاعتي او ممكن مش جيوغرافيكال ممكن على حسب البيزنس يونتس انا الشركه عندي متقسمه مثلا يعني لجزء الانفراستراكشر وجزء للبيلدينج وجزء ثاني للووتر سبلاي مثلا يعني اي تقسيمه معينه فكل واحد من دول انا في الهيراركي مسميه بزنس يونت وحده من الوحدات اللي موجوده عندي في الهيكل فابدا ان انا احط بي ام او مع كل بزنس يونت ده قد يكون اقتراح وقد يكون الناس ترى ان هو لا ده زياده وعلى حسب البي ام في ايه ممكن البي ام يبقى ثلاث افراد ممكن يبقى سبعه خمسه 10 على حسب يعني ف هي القاعده الرئيسيه ان هي ما فيش قاعده ديبندس على الحاله ديبندس ابون ذا سيتويشن ابون ماي جولز الاهداف بتاعتي والاستراتيجيز والاوبجكتيفز طيب البروجرام اكيد هيبقى تمبرري وهيبقى على مستوى البروجرام بيدير بيدير البروجرام نفسه فهنا قال لي support the delivery of a specific change التشينج اللي هو

managed knowledge and may provide independent assurance ان هو يعمل audit باستمرار مثلا على المشاريع السي او اي او السنتر اوف اكسلنس may be part of portfolio office ممكن توفيرا ان انا هخليه جوه الاورجنايزيشن بورتفوليو اوفيس ممكن يكون منفصل بعض النماذج الشائعه دلوقتي مثلا في الـ في الوطن العربي وفي المملكه برضو ان يبقى السنتر اوف اكسلنس عباره عن اداره لوحدها اداره خاصه بالتميز موجود فيها الجزء بتاع التريننج موجود فيها الجزء بتاع البروسيس والبروسيجرز البوليسيز الميثودولوجيز عموما يعني وبتبقى الادارات الثانيه مختلفه طيب هنا ده كده ايه استنباط بس او مراجعه كده من من الكلمات الرنانه بتاعه اكسلوس there is no one size fits all approach الموضوع it depends ما ينفعش ان انا احكم على بي ام او معين ان ده غلط عشان انا ما اعرفش اهدافه ايه لو عرفت اهدافه ايه ابدا ان انا اتكلم لان هو كل موديل هيختلف على حسب اللي بيأسس البي ام او عايز منه ايه بالظبط Each organization will need to design an appropriate model to suit its own requirements. على حسب requirements اللي هي عايزة البي ال PMO ده يدي. An organization may choose to combine or separate functions. هتبدأ بقى الشارت اللي إحنا شوفناه بتاع مونيكو اوبري او حتى ممكن اي اضافات عليه كفانكشنز تانية تبدا ان هي تعمل توليفه او ميكس ما بين الفانكشنز اللي هي عايزاها وفي ناس بتبدا ان هي تروح لانوفيتف سوليوشن ان هو يزود فانكشن ثانيه زي ما قلنا في البدايه الموضوع بتاع البي ام او ما جاش ان في ستاندرد نزل قال عايزين تعملوا بي ام او اعملوه بالطريقه الفلانيه لا هو بيحصل العكس بيحصل ان في ناس بتطلع ممارسات جديده على شكل انوفيتيف سوليوشن حل ابداعي او ابتكاري ويبدا العلم بعد كده يجي يعمل امبيريكال ايفالويشن او اناليسيز للكلام ده ويبدا يستنبط هو البي ام او ده شكله ايه هو الموديل بتاعه ايه بيتصمم ازاي ايه الفانكشن بتاعته ايه رولز وريسبونسبيلتيز وهكذا عشان يحاول ان هو يعمل ميثودولوجي للموضوع طيب ده هنا هيبقى تكرار تقريبا للي قلناه يعني هنا بيتكلم بقى البورتفوليو انا حريص صراحة على موضوع الوقت السلايدز كده كده هتبقى موجوده حريص على موضوع الوقت عشان يعني عشان ايه افتح باب الاسئله برضو إيه فهنا هيبقى تكرار للموضوع موضوع البورتفوليو اوفيس الاهداف يعني اللي انا ممكن استفيدها ايه ايفالويت للانفستمنت ديسيشن ان هو بينصح التوب مانجمنت الوكيت للريسورسز يعني تقريبا عدينا على الكلام ده كله استراتيجيك الاينمنت يمكن من النقط اللي ما قلناهاش استراتيجيك الاينمنت ضروري ان انا في المؤسسات ابقى عارف انا بعمل ايه ابقى عارف في قرار البورتفوليو بالذات ان انا لما بقول او الكرييت او ان انا هنشئ بروجكت جديد لازم البروجكت ده يكون نابع من الاستراتيجي بتاعت المؤسسه ما ينفعش تكون المؤسسه ماشيه في اتجاه وانا رايح اغرد خارج السرب او ان انا أعمل مشاريع عشان يتقال إن أنا بعمل مشاريع أو عشان مصلحة تانية عندي في انترست معين فما ينفعش إن ما يبقاش في استراتيجيك ألاينمنت لازم أبقى بعمل المشاريع اللي بتخدم على الأهداف الاستراتيجية بتاعة المؤسسة. مانجد ديبندنسز بتوين بروجيكتس والبروجرامز قلنا الكلام ده انفستمنت في الأر إن دي قلناه لما اتكلمنا على الاستراتيجي والانفستريتي ريالايز بينفيتس اتكلمنا على البينفيتس ريسولف ريسورس كونفليكس النزاع على الريسورسز وتقاسم الموارد manage aggregate risk of program اه هنا موضوع الاجريجيشن لما بيبقى عندي استراتيجي بعمل لها كاسكيد على الليفل الصغير عشان تنزل لغايه اخر ليفل العكس لما بيبقى عندي بيانات اكشوال موجوده بعمل لها رول اب او اجريجيشن عشان اوصل للكل بمعنى ايه ان انا لو عندي بورتفوليو تحتيه برامج تحتيه مشاريع المشاريع كل مشروع له بيانات اكشوال بتقول نسب الانجاز بتقول المخاطر بتقول الكلام ده كله فانا عايز اقيم البورتفوليو على بعضها فببدا اعمل اجريجيشن او رول اب من الليفل القليل للليفل اللي فوقيه لغايه ما اوصل لليفل البروجكت ليفل البورتفوليو زي ما بنعمل في البروجكت مانجمنت لما يبقى البروجكت نفسه متقسم لاكتيفيتيز في الدبليو بي اس اكيد كلنا عارفين الورك بريك داون ستراكشر فعمليه الرول اب من الليفل بتاع الاكتيفيتيز على مستويات الدبليو بي اس لغايه ما اوصل للبروجكت دي نفس الشيء بعمله من ليفل البروجكت لغايه ما اوصل للبورتفوليو عشان اقدر اقيم الريسك العام في البورتفوليو قد ايه Monitor portfolio progress against plan، مقارنة بقى ما بين الـ plan actual، uh, absorb change امتصاص الـ change اللي بيحصل with the least disruption to BAU business as usual، اتكلمنا عنها بس ممكن ما أول مرة يتذكر الترم في السلايدز، البيزنس as usual زي ما قلنا لما يبقى شركة أو مؤسسة بتدير عمل معين العمل ده مش بروجيكتس لا عمل تاني في اوبريشن شغال باستمرار جبنا المثال بتاع مستشفيات او فنادق او مدرسه عندها الفندق اللي عمال باستمرار يستضيف جيستس جداد ويشغل الفندق وهكذا ومع الوقت بيبدا انه يقول عايز اعمل مشروع جديد عمليه المشروع ده هو التشنج سواء كان project او بروجرام هو ده اللي change فلازم يبقى فيه ابزوربشن للتشنج ده بحيث انه ما يحصلش disruption للبي اي يو زي مثلا لو بعمل رينوفيشن لفندق فندق اوريدي شغال شغال يعني في جيست بيجوا وانا هعمل رينوفيشن فبالتالي انا مش عايز اخسر الجيست اللي موجودين مش عايز اخسر السيزونز بتاعتي لان بيجي لي فيها ارباح عاليه فمحتاج ان انا اعمل فيزنج فيزنج بلان ان انا اقسم لمراحل ان انا اقسم بشكل معين بحيث ما يحصلش ديسربشن للبزنس از يوجوال بحيث يفضل البزنس شغال وما يبقاش فيه مضايقه للناس الجيست اللي موجودين في الفندق فدي عمليه إيه ابزورب للتشينج نفسه انه ما ياثرش على البيزنس از يوجوال سواء كان التاثير بالشكل ده او تاثير حتى في العلاقات والاسوريتيز ما بين الناس وبعضها إيه نفس الشيء زي ما اتكلمنا على البورتفوليو في على مستوى البروجرام البروجرام انشور ان سكوب ديفايند يعني في الغالب هيبقى الكلام ايه معتاد إيه فانا هخليه يعني مع السلايدز تبقوا تبصوا عليه لو كده او لو حد عنده حتى اسئله فيه دلوقتي على ليفل بروجكت برضه هيبقى نفس ليفل البروجرام بس هيبقى ليفل مصغر يعني هيبقى كلام عادي قوي لو ايه لو قلنا يعني طيب الافكتيف بي 3 او لو بنعمل كده مقارنه ما بين البي 3 او عشان يبقى افكتيف او نوت افكتيف ممكن الاقي البي ام او بينشا جوه المؤسسه بشكل نوت افكتيف بشكل مش كويس يعني no structured approach ما عنديش approach او طريقه معينه مهيكله بشكل كويس بحيث ان انا يكون عندي فيجن لا انا عندي ان كلير فيجن اند سكوب مش واضح انا بعمل البي ام او ده ليه الهدف ايه الهدف هل بس يعني ان انا يبقى عندي بي ولا الهدف ان انا يبقى عندي بروسيسز بس مع ان هي موجوده وعايزها تتطبق في المؤسسه عندي طب هتضيف لي ايه مش عارف بس ممكن تسرع الوقت احتمال يعني طب هقدر اطبقها بشكل كويس هنطبقها أه انا حاول يعني فده كده unclear vision مش معروف هو عايز يعمل ايه بالظبط من ال PMO under resourced لو انا معيش الريسورسز resources الكافيه ان انا اعمل P3O او PMO عموما ساعتها هضطر ان انا اعتمد على ناس مش qualified او ناس ممكن تكون مش مش specialized اساسا في البروجكت مانجمنت فدايما الموديل ده بيبقى مبني على تشامبيون ان في واحد عنده فكره ان انا عايز اعمل بي ام او بس معيش امكانيات ما عنديش تخيل بالظبط بس عايزين نعمل بي ام او فبالتالي بتبقى بيرسونال فيجن اوف وات ذا اوفيس نيد تو اتشيف تشامبيون فايند ريسورسز بيحاول يدور على ريسورسز عشان هي تساعده ان هو يعمل الفيجن بتاعته وبالتالي ما بيلاقيش الريسورسز دي وبيضطر ان هو ياخد الناس اللي موجوده وممكن بس مجرد ان عندهم اهتمام ب البي بي ام البروجكت بورتفوليو بروجكت اند بروجرام بورتفوليو مانجمنت الناس اللي عندهم اهتمام بالبروجكت مانجمنت عموما يحاول انه يدور عليهم على عكس لما يكون عندي الطريقه مختلفه شويه يبقى عندي كلير فيجن فبالتالي انا كده بعمل افكتيف بي 3 او لما يكون عندي سكوب واضح ومتوافق عليه من الاداره العليا السينيور مانجمنت نفسهم بيدعموا القرار ان انا اعمل بي 3 او عارفين الاوبجكتيف ايه عارفين هيدفعوا في ايه وموافقين على الكلام ده ساعتها بيتاسس مش بمجرد شامبيون واحد بس هو طالع وعايز يقول انا عايز اعمل بي 3 او او بي ام او لا بيتاسس من خلال مجموعه من الناس بيقعدوا يحطوا قواعد ازاي اعمل تصميم طب اصمم البي 3 او بتاعي ايه ايه الفانكشنز اللي انا محتاجها ايه هي الرولز والريسبونسبيلتيز وهكذا طبعا هنا بيبقى اكثر فعاليه ذي هاف ذا انفلونس عندهم ملكه التاثير ان هو مش مجرد التأثير الوهمي، لا التأثير الإيجابي بإن هو عنده الخبرة، عنده المهارة، عنده الإقناع للآخرين بالصح، فعنده الاكسبيرينس الكريدابيلتي من ناحية الناس، to gain commitment from all levels، مش بس من السينيور مانجمنت، لا كمان من بقية الستيك هولدرز، عشان يبقوا مقتنعين معاه بالتغيير ده، فيساعدوه في إن هو to deliver the change. Best b 3 o have been planned to lead، تخطط لهم عشان to lead the improvement. OPPM maturity and evolve their uh, own individual function and services as the ppm maturity increase مع زيادة ppm maturity النضج بيبدأ ان هو uh, يوسع شوية في pmo بتاعه طيب من العناصر الشهيرة كده في موضوع p3o او pmo موضوع pillars او الاعمدة بتاعت pmo عموما او بتاعت uh, معظم التغيرات او التطوير بيبقى قائم على ثلاث عناصر رئيسيه البيبل والبروسيسز والتولز. People الناس الكواليفايد اللي عندها كابابيلتي ان هي تقدر تقوم بالتشنج اللي انا محتاجه. البروسيسز الاليات اللي انا هشتغل بيها، التولز عمليه الاوتوميشن اللي انا محتاجها. المنهجيه بتاعت اكسلوس بتقوم على ثلاث مراحل يعني يمكن ايه عشان برضه ما اطولش عليكم هي دي هتبقى اخر نقطه بالنسبه لنا. منهجيه اكسس بتبقى قايمه على ثلاث مراحل ان انا بعمل ديزاين امبلمنتيشن اوبريشن الديزاين ان انا عايز اصمم اصمم لما باجي افكر مثلا في منشا خرساني انا بصممه ازاي بقول القطاع ايه دايمنشن بتاع الكاميرا بتاع العمود بتاع البيم بتاع السلاب ده كده بختار تكنس بختار دايمنشن يبقى بصمم البارامترز بتاعته كميه الحديد قد ايه؟ هنا نفس الشيء لما باجي اعمل اورجنايزيشنال ديزاين بقول هو الموديل شكله ايه؟ طيب بعد ما عرفت الاستراكشر والوظائف اللي موجوده فيه اللي مبنيه طبعا على الدور مبنيه على الاوبجكتيف بتاع البي مين اللي موجودين؟ ادوارهم ايه؟ ايه البروسيسز اللي هتكون عندهم او اللي هيعملوا لها ديفلوبمنت، ايه التولز اللي هيستخدموها؟ الكلام ده كله ممكن يبقى في عمليه الديزاين، فعشان كده هنا من العناصر اللي طرحوها اكسس في الديزاين ان انا يبقى عندي موديل ان انا يبقى عندي الفانكشن والسيرفيسز اللي هختارها عشان اقول البي ام او ده هيعمل ايه ان انا ابقى عارف الرولز responsibilities. المرحله الثانيه الامبلمنتيشن كلمه امبلمنتيشن يمكن ناس كتير جدا فاميليار معاها بس عشان لو حد مش فاميليار معاها الفرق ما بين الديزاين مرحله الديزاين لغايه ما اعمل اوبريشن هو ده الامبلمنتيشن ديزاين ان انا بعمل سلكشن البارامترز البي ام او ده مكوناته ايه هيكله ايه هيعمل ايه ده كده ديزاين طيب الاوبريشن ان يبقى عندي بي ام او وشغال شغال يعني يعني بيشتغل الشغل بتاعه لو كان كنترولنج عمال يعمل كنترول لو كان عشان السبورت عمال يعمل السبورت بيقوم بوظيفته المرحله اللي في النص هي الامبلمنتيشن ان انا بقى الفانكشنز اللي اخترتها وعوامل الديزاين دي ان هي تكريت لي بي 3 او او بي ام او ويكون فانكشنال يكون جاهز خلاص يكون اوبريشنال ان هو قادر انه يشتغل طب عشان اعمل كده محتاج ايه؟ محتاج اجيب الناس اللي هعينها، محتاج ان انا ادربهم، محتاج ان انا اجيب لهم البروسيس والبروسيجرز اللي هيشتغلوا بيها، محتاج ان انا يبقى عندي التولز عمليه الاوتوميشن زي ما هنشوف في العناصر بتاعه الامبلمنتيشن. هنا البي 3 او يمكن انتهج نهج مختلف مختلف شويه قال ان انا عمليه الامبلمنتيشن دي تعتبر بروجرام زي البروجكت والبروجرام والبورتفوليو هي دي تعتبر بروجرام. ليه؟ لان انا مش مجرد تاسك واحده لا ده في تاسكس كتير متداخله ما بينها اطراف مختلفه وكل واحده تعتبر كانها انيشيتيف او project صغير فبالتالي قال انا هدير عمليه الامبلمنتيشن كانها بروجرام اكسلوس عندها كتاب للبروجرام مانجمنت اللي هو اسمه مانجمنت اوف successful بروجرامز الكتاب ده بيقول ازاي ندير بروجرام بيعرفها في اربع خطوات هنا اكسلوس في البي 3 او قال انا هنتهج نفس النهج طالما ده بروجرام انا هشتغل بيه برضو بنفس الاربع خطوات الخطوه الاولى ان انا هعمل ايدنتيفاي ايدنتيفاي دي اللي هي تعريف مبدئي اللي هو ما قبل الديفاين حتى مجرد بس ان انا بحدد بحدد الكرنت ستيت اسسمنت انا داخل اعمل بي مو في مؤسسه في منظمه فمحتاج في البدايه ان انا افهم هي المنظمه فيها ايه فيها سيستمز فيها جوفرنس فيها اوتوميشن اوريدي موجود طب عندهم ايه بروسيسز وبروسيدجرز ممكن عندهم الحاجات اللي انا كنت ناوي ان انا اعملها طب هل الماتوريتي موديل بتاعهم شكله ايه فمحتاج ان انا اعمل اسسمنت عشان يبقى عندي اسسمنت ريبورت بيبين لي الحاله الحاليه اللي هي بنسميها الاز از الحاله الحاليه عشان اقول انا عايز اوصل بقى لفين بان انا اعمل كرييت لبي ام او يبقى عنده اوتوميشن معين يبقى عنده بروسيسز يبقى ستراكشر فيه بام باور معينين فبالتالي عشان اوصل للكلام ده محتاج في البدايه ان انا اعمل اسسمنت محتاج اعمل اوتلاين للفيجن الفيجن بتاعتي تقريبا يعني بعمل لها اوتلاين بس لكن لسه ما حددتهاش. الاوبجكتيفز والجولز من الهدف انا ليه بعمل بي ام او البيزنس كيس برضه عمليه اوتلايننج ليها لان هيجي في المرحله الثانيه هيتكلم بقى بتفصيل اكتر في مرحله الديفاين ان هو يقول طب مين التيم بقى اللي هيكون موجود؟ مين الستيك هولدرز اللي عندي اللي هيتاثروا بالبي ام او او هيتعامل معاهم البي ام او الفيجن ستيتمنت كان عامل لها اوت لاين هيبدا انه يسوقها بقى بشكل كويس البلو برنت انا عايز اوصل لفين ايه هو التارجت بتاعي البينيفيتس ايه المنافع اللي المفروض تتحقق لان ده بروجرام فالمفروض بقى يبقى في بينيفيتس مانجمنت البيزنس كيس هل مجدي ان انا اعمل بي ام او ما يمكن اعمل دراسه كده اكتشف لا ان انا هتصرف فلوس على الفاضي مقارنه بالاوبجكتيف اللي انا بصيغه هنا لا الفلوس اللي دفع ملهاش لازمه يبقى إيه خلاص بلاش ان انا اكمل البلان خطتي هكمل ازاي وفي النهايه ببدا ان انا اعمل رياليز للبنفيت ان انا يبقى عندي الكابابيلتي الجديده اللي هي بي ام او قادر على انه يبقى اوبريشنبل او ان هو يبقى في حاله اوبريشن رياليز بنفيت احقق او ادرك المنافع ان انا اتحقق فعلا هل المنافع بقت موجوده فعلا ولا لا عشان تبقى موجوده عندي وفي النهايه عمليه الكلوز لمرحله الامبلمنتيشن دول الاربع مراحل الاكسلس بيحطهم للبروجرام مانجمنت وفي النهاية أبدأ أعمل بقى أوبريشن طبعا أوبريشن ممكن نتكلم هنا على عنصرين اللي هما التولز والتكنيكس لأن أنا بعمل أوبريشن عبارة عن موظفين عندي في البي ام او عندهم مهام محددة بيبدأوا إن هما ينفذوها عندهم تولز يقدروا يستخدموها هنا بيتكلم طبعا على السوفت وير تولز من ضمنها استراتيجيك مابينج لو عندي برامج بتعمل الاينمنت ما بين البروجكتس بتاعتي والاستراتيجي الاي بي ام سوليوشن زي البي ام اي اس او انتربرايز بروجكت مانجمنت سوليوشن وقلنا في سوليوشنز كتير قلنا قبل كده منها ريسك مانجمنت زي بريمافيرا ريسك اناليسيز او غيره بيرفورمانس مانجمنت لو في حاجه لاداره الاداء متابعة الأداء وفي الغالب بتبقى مع البي ام اي اس، وفي الغالب بتبقى من خلال الانترنت الشبكة الداخلية اللي من خلال الويب بتبقى خاصة بالشركة بندخل عليها بالايميل، <applause> اعتقد الكل فاميليير معاها. الـ B3 O techniques من ضمنهم البورتفوليو portfolio prioritization واحدة من الحاجات اللي بتميز طبعا الـ portfolio عن غيرها عملية الـ prioritization هو يسلكت أنهي project أو program هو ده اللي أنا هبدأ بيه أو هو ده اللي أنا هنفذه واتكلمنا عنها برضو من شوية مانجمنت داشبورد ان انا اعمل داشبورد بقى على ليفل اعلى النولج مانجمنت هنا كان بيتكلم عليها كسيستم هنا بيتكلم عليها كتكنيك عمليه النولج مانجمنت عموما البيزنس بروسيس سويم لينز البزنس بروسيس واتوقع الكل عارفها يعني ان انا لما يبقى عندي فلوت شارت او بسميها بروسيس ماب او بسميها بزنس بروسيس ماب بيبين البروسيس بتاعه مثلا تقديم مستخلص مراجعة مستخلص اعتماد جدول زمني عملية الانسبكشن في الموقع سواء انسبكشن للفيلد انسبكشن او انسبكشن للماتيريال عملية الان سي ار اي تاسك معينة بتتم من خلال بروسيس فمحتاج لها ان انا يبقى عندي فلوت شارت كده او بروسيس ماب بحيث ان يبقى فيها الصندوق اللي بيمثل تاسك معينة اتعمل او الدايموند اللي بيمثل ديسيشن هيتاخد يا يس او نو طبعا لما بقسمها على شكل لينز بسميها السويم لينز تبقى كل لين مختصه بطرف واكيد بنشوفها بشكل مستمر يعني انا يبقى عندي بارتي معين خاص اللي هو المالك وبعديه البروجكت مانجمنت كونسلتنت ممكن كونسلتنت تاني ممكن كونتراكتور ممكن واحد تبع الكلاينت مثلا اوبريتور مثلا او غيره وببدا اقول هي البروسيس بتاعت الحاجه دي بتبدا من هنا وبعد كده هنا وهنا وهنا وبعد كده تطلع فوق تنزل تحت وهكذا ده بيدي آه شكل افضل لعمليه البروسيس ماب بدل ما هي تبقى بشكل عشوائي لا بتبقى بشكل سويم لينز حارات او آه سيكشنز او صفوف يعني بتبين ان انا بحط البوكسز او الدايموندز جوه صف معين الخاص ب معين من ضمن التولز الشهيره طبعا الجيتد ريفيوز ان انا بحاول ان انا اقسم الشغل عندي لمراحل وكل مرحله بيبقى في نهايتها جيت بوابه بعمل عندها مراجعه هل انا فعلا خلصت ابدا انتقل للي بعده وعندنا في الـ construction امثله كتير على موضوع الفيزيس ان انا لما بتكلم مثلا على دراسه في الاول وبعد كده تصميم وبعد كده بعدها وبعديها انشاءات وبعد الانشاءات ممكن يبقى في هاند اوفر او تيستنج كوميشننج في الاول وبعد كده اوبريشن فكل دي مثلا ممكن تبقى مراحل ومع كل مرحله بتنتقل من مرحله لاخرى بيبقى في جيت بحيث ان انا اعمل تشيك هل فعلا انا خلصت المرحله ولا لا. والهيلث تشيك، الهيلث تشيك يعني مشابهه للاوديت يعني ان انا اعمل هيلث تشيك او اعمل مراجعه على بروجكت معين بعمل له ايفالويشن او اسسمنت زي ان انا بعمل له اوديت دول كده الثلاث عناصر الخاصين بالتصميم يعني قبل ما نقفل المحاضره نحاول نعمل ريفليكشن كده بحيث ان احنا نسترجع طبعا الحاجة لما بتعدي على ذهننا اكتر من مره بتثبت اكتر فانا استعرض بس العناصر اللي احنا قلناها بشكل سريع اول عنصر كان تعريف مكتب اداره المشاريع واتكلمنا على تعريف البي ام اي واتكلمنا على تعريف اكسلوس بعد كده اتكلمنا على النشأة والأنماط الأولية وقلنا دينس مور والتقسيمة بتاعته وكندل ورولينز والتقسيمة بتاعتهم وقلنا إن في بروجكت أوفيس سنتر أوف إكسلانس انتربرايز أوفيس وقلنا التقسيمة بتاعت البي إم أي سبورتيف الداعم الكنترولينج المتحكم الدايركتيف اللي بيدير المشاريع بنفسه اتكلمنا على وظائف مكتب إدارة المشاريع من وجهة نظر مونيك وأوبري ل 27 وظيفة اتكلمنا على ظاهره التحول المستمر ترانسفورميشن او البي مود تشينج او الترانزيشن اللي بتحصل والتريكس اللي ممكن تكون متعلقه بيها اتكلمنا على منهجيه اكسلس في عمليه الديزاين والامبلمنتيشن والاوبريشن طيب اشكركم طبعا يعني الحسن الاستماع وخلينا نفتح لو كده الباب للاسئله بحيث انا عارف ان اكيد هتبقى الكل عنده يعني حريص على انه يبقى عنده اسئله متعلقه بالبي يعني ده توقعي يعني ممكن يكون صح ممكن يكون غلط <applause> هنعرف دلوقتي فخلينا لو كده نفتح الباب للاسئله ونسعد باستفساراتكم طبعا يعني. شكرا مهندس محمد على هذا التحضير الجيد وهذا الشرح الوافي وان كان زي ما انت قلت كده انت حاولت قدر الامكان انك تتكلم لان الموضوع كبير لكن نفتح المجال للاسئله والسؤال للمهندس محمد حرام مهندس محمد يا ريت اللي يتكلم يقدم نفسه سريعا عشان اعرف الخلفيه منين بس هو كان تواجده لو سمحت. مهندس محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا مهندس هشام شكرا مهندس محمد على العرض الجميل وربنا يجعله في ميزان حضرتكم ان شاء الله السؤال حضرتك لو حضرتك تفتح السلايد بتاعه الوظائف كان ليا عليا في ملاحظه فيها الشريحه اللي هي فيها الوظائف فانكشنز ايوه اه في في الجزء اللي هو الكولم بتاع اداره عده مشاريع اللي هو رقم ثلاثه من اليمين اوكي في اداره محفظه مشاريع او اكثر اداره برنامج او اكثر دي حضرتك يعني انا من وجهه نظري او محفية او ممكن انا عندي لبس متناقضه مع اللي اتقال قبل كده في المحاضره ومع اللي انا اعرفه اللي هو ايه؟ ان ان الـ ان البي ام سواء على مستوى استراتيجيك او على مستوى بروجرام او على مستوى بروجيك هو اداه مساعده او اداه تنفيذيه او زراعه للبورتفوليو يعني هو احد اجهزه البورتفوليو مع اجهزه اخرى وليس هو اللي بيدير البورتفوليو نفسه هو جهاز تنفيذي بيدير المشاريع اللي تحت البورتفوليو والبورتفوليو وهو بيريبورت زي ما حضرتك قلت بعد كده ان هو بيريبورت للبورد دايركتور بتاع البورتفوليو فيا ريت حضرتك تزيد لنفسك شكرا تمام سؤال جميل ورائع ومش عارف انت كنت معانا من البدايه ولا لا لما اتعرضنا على الجزء اللي هو بتاع انماط البي ام اي واتكلمنا على موضوع الكنترولنج سبورتد السبورتنج وال, وال... وال... أيوة سمعت. فاحنا جينا على الحته بتاعة الدايركتيف بالظبط وقلنا ان هي فيها ديبيت فعلا الدايركتيف هل بيعمل اداره لمحفظه بنفسه ولا انا قلت الحته دي تحديدا وقول فيها ديبيت على اساس ان بعض الناس هتكون فعلا مؤيده ان هو اه يجي وينفذ والكلام ده موجود موجود فعلا في شركات في المملكه وقبل ما ما يكون موجود في 2007 طبعا ده بحث عاملاه اوبري وهوبس تحت اشراف اداره معهد اداره المشاريع ممول من اداره الـ من البي ام من الابحاث الشهيره قوي 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 في مجال البي او في مجال البي ام او سوري مولوا البي يعني البي ام اي كان بيمول البحث ده في الفتره دي اتعمل سيرفي على 500 بي على الرقم اللي موجود في الارتكل طبعا يعني طبعا الارتكلز دي تبقى بير ريفيود بير ريفيود معناها ان هي اتراجعت من بيرز او قرناء يعني ف يعني بنفترض ان هو الكلام صحيح يعني 500 فكون ان هم يعملوا أناليسز او ريفيو ويلاقوا ان دي فانكشن موجوده واحنا بعد كده هنا انا شخصيا يعني شفت ان هي فعلا موجوده وذكرها كيندل ورولنز في 2003 برضو لما قالوا ان هو انتربرايز مانجمنت او انتربرايز بروجكت مانجمنت كبي ام او بيدير المشاريع بنفسه او البورتفوليو بنفسه فده يدل على ان هي موجوده بس انت برضو بتاصل لنفس النظريه اللي احنا كنا حطيناها مع بعض اللي هي نظريه ايت ديبيندس، ايت ان انا ممكن بحكم من وجهه نظري، من وجهه نظر اللي شفته، انا شفت مشاريع بيحصل فيها كذا، شفت بي ام او بيعمل كذا، فبالتالي ما ينفعش تقول لي ان هو بيعمل حاجه ثانيه. يجي واحد ثاني بعد شويه يقول لي لا العكس ده انا شفته بيعمل حاجة الثانيه وما بيعملش دي. فهنا انا فعلا باصل للنقطه دي، نقطه ايد بنس نقطه مهمه جدا، مهمه للانوفيشن، مهمه ان انا يبقى عندي فلكسبيليتي، ان انا ابقى متقبل ان ما حاجه اسمها النمط الوحيد. لا، ممكن ان انا ازود وبعد كده حد يجي يصحح لي، ويقول لي على فكره اللي انت عملته ده صح او غلط بناء على معايير معينه. وبعد ما قال لي انه صح الاقي البي ام اي السنه اللي بعديها منزل فيرجن من الكتاب ويقول لي فعلا احنا غيرنا الكلام ده عشان الكلام ده كان غلط، يعني انا بفترض طبعا مثال بس المثال واقعي وشفناه في حاجات كتير في التغييرات مثلا عبر البين بوك باستمرار بنلاقي مثلا تغييرات مثلا او غيره، يعني شيء واقعي جدا ان انا ما ينفعش اقول ان هو في موديل وحيد هو اللي لازم يمشي بناء فقط على خلفيتي انا. لا الصح ان هو يبقى بناء على سرفي بناء على منهج استدلالي ان انا بشوف فعلا ان انا مسحت كل بي ام مسحت الكوميونتي كله بتاع البروجكت مانجمنت كوميونتي وما لقيتش خالص حد بيعمل الكلام ده. ساعتها الكلام ده بيطلع ازاي؟ يعني ده برضو حاجه يعني ايه من الحاجات الجميله جدا اللي بتعجبني في في المنهج العلمي إيه وتراكم الابحاث وراء بعضها ان ما فيش حد بيجي يقول مثلا احنا عندنا العلوم مقدسه مثلا العلوم لا هي عباره عن حاجه امبيريكال يعني ايه قالت رايها قد يكون اللي عمل البيبر ده صح وقد يكون غلط بيطلع بعديه حد في جامعه ثانيه عمل بيبر ثانيه وينتقد كلامه مثلا ويقول لا انا لقيت كذا ويطلع واحد ثالث ياكد الاول او الثاني وهكذا تفضل تتبني بيبرز ورا بيبرز اللي بيقدر يثبت خطا الاولاني خلاص بدا ان هو يحط منهجيه جديده واللي بعديه يبداوا يأيدوه وهكذا فدايما البحث العلمي نفسه بيتراكم بالشكل ده، بحيث ان احنا لما بنيجي بقى نقيم حاجه مش بيبقى صعب قوي ان واحد اه ما قراش كل الابحاث اللي فيها ان هو مثلا يقيم، لا بيبقى محتاج ان هو يشوف وجهه النظر دي ودي 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 عشان يجي له بس ايه الامكانيه ان هو يقدر انه ايه يحكم هو الصح ايه والغلط ايه بناء على قرايتي لكل ده وبناء على الميثودولوجي العلميه اللي انا بستخدمها. مش عارف هل وضحت الفكره ولا بس لا بس واضحه يا فندم أعرف... واضحه يعني هو الموضوع ان هو ما فيش ابروتش واحد بالظبط كده اه اه ما فيش وان يونيك موديل اه طيب شكرا جزيلا شكرا تسلم يا باشمهندس محمد شكرا مع المهندس محمد العربي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله, الحمد لله. انا مش عايز اطول على حضراتكم انا عندي تعليقين وعندي دفاع وعندي سؤال التعليقين التعليق الاول ليه علاقه بالستاندر والديبينز لا احنا بندرس ستاندر عشان تستيك مع الستاندر ونلتزم بهذا الستاندر تمام كده والا كل واحد في الاورجانيزيشن هيطلع لي فكره تبريك اللي تكسر الستاندر ده اللي هو مثلا لو كنا معتمدين على بي 3 او از ستاندرد في الاورجانيزيشن ده التعليق الاولاني التعليق الثاني هو ليه علاقه باداره المنافع فاداره المنافع هي في الاصل كانت من البروجرام مانجمنت وكانت بي ام اي بتتكلم عن البروجرام مانجمنت وربط موضوع البنفيتس بالبروجرام مانجمنت رغم رغم ان كانت في 2009 كانت اكسلوس بتتكلم عن البنفيت جزء من البروجكت مانجمنت رجعت بعد كده بي ام اي في ال... في ال... مش في الفيف مش في ستيكت اديشن بين بوك لا في الفيفث اديشن قالت بنفيتس مانجمنت بلان معناها ان هي مرتبطه بالبروجكت تمام التعليق اللي مرتبط برضو ان ال... البورتفوليو مانجمنت ليس اداه للبنفيت مانجمنت لا البورتفوليو موجود عشان تو سبورت استراتيجي معناها ان البنفيت تو كونتريبيوت تو اتشيف استراتيجيك دول اول تعليقين تمام كده؟ بعد اثنين نعم دول تعليقين تعليق مش تعليق ستاندر وتعليق على البنفت مانجمنت دول تعليقين باشمهندس محمد اصبر عليا بس الدفاع <applause> 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 روح للدفاع عشان وقت الناس <تصفيق> <تصفيق> الدفاع تمام كده أروح للسؤال الدفاع بتكلم على على شهادة البي ام او سي شهادة البي ام او سي اللي طلع الكتاب ادفانسد بورتفوليو مانجمنت اللي حضرتك عرضته تمام كده وشهاده البي ام او سي اللي هي لم تتقادم مع الزمن لم تتقادم مع الزمن وبس عشان الزملاء فبقول لهم ان احنا كنا بنتكلم على ولا زلنا بنتكلم على البي ام او فاليو بنتكلم عن الجفرنس بنتكلم عن اختيار البروجكت بورتفوليو مانجمنت وير تول بنتكلم على الكلام اللي حضرتك قلته والناس كانت بتتكلم فيه في 2008 الماركت سايد والسبلاي سايد بنتكلم على كل ده كل ده على فكره بي ام او سي فاهم كده؟ 2003 2003 مش 2008 كل ده 2003 اه ازاي؟ <applause> آه. نقطه <applause> آه. رائعه طبعا يعني واو آه. ونتكلم على ان انت ان البي ام او لا تتقادم في داخل الاورجنايزيشن طول ما انت ما بتعملش ليه عليها ماركتنج فلازم تعمل ماركتنج فور يور سيلف ويزن الاورجنايزيشن وتزود سيرفيسز وفانكشنز داخل الـ داخل الاورجنايزيشن ال ال مش عايز ادفع ادافع اكتر من كده عن ستيف رولينز ستيف رولينز قرر هذا الشهر انه يترك البي ام او سي تمام كده وانا اقول السبب ايه السبب ان هو لم يجد براكتيشنرز يشرحوا الفكر اللي هو عمله سنه 2003 لم يجد ناس تقدم هذا الفكر في 2020 ده رايي الخاص تمام <applause> كده <تصفيق> السؤال السؤال هو السؤال اللي, اللي انا بطرحه آه، بيحصل خلط ما بين بي ام اي اس بروجكت انفورميشن سيستم وما بين البي ام او از ا تمام وفي معظم الاورجنايزيشن بيحصل ايه بيحصل ان هم بيختاروا التول وعايزين ينفذوا المشاريع بناء على التول اللي هي تم اختيارها في حين ان المفروض ان الامور لا تدار بهذا الشكل السؤال هو لو انا ما عندي بدون خلط بقى بدون خلط ما بين هي بي اي اس ولا بي ام تول ولو كان في خط فاصل ما بينهم ولا لا تمام كيف يتم اختيار البي ام او تول المناسبه للسيرفيسز والفانكشنز اللي البي ام او كان من اجلها انشئ وجزاكم الله خير على وقتكم أه. أه. شكرا جزيلا جزاكم أه. الله خيرا على التعليقات طبعا آه سريعه حته الستاندرد والديتيلز آه آه التوضيح للموضوع ان انا اول ما بدات قلت ان البي ام او نشا ومفيش ستاندرد طيب بي ام او نشا ومفيش ستاندرد نعمل ايه؟ هنلتزم بايه؟ لازم كل واحد يبدع مع الوقت بيبدا يحصل آه. ابحاث بالاضافه للابحاث بيبقى فيه اللي هي الاكاديميك يعني بيبقى فيه بروفيشنال اوثرز او كتاب محترفين بيكتبوا من وجهه نظرهم. بيبدا يحصل بالانس او ميكس ما بين العناصر دي اكاديميك والبروفيشنال ويبدا ان الموضوع يتطور ويبقى عندي ستاندرد الستاندرد نفسه بيناقد نفسه بعديها بفتره. لما بيناقد ده معناه ان اللي ما التزمش بحته من النقد في المره اللي فاتت كان عنده حق عشان كده الستاندرد رجع عدل وقال لا معلش انا كنت غلطان في الحته دي طيب هل ان الستاندرد لما يكون غلطان في 10% والستاندرد غلط؟ لا بالعكس ده الافضل ان انا التزم بيه ولازم التزم بيه الا لو فعلا في اجماع على الاختلاف ده من كل اللي موجودين في الايفنت ده او في الموضوع او السيتويشن الفلاني لكن صح انا مع حضرتك مؤيد جدا ان طلع عشان نلتزم بيه وبعديه شويه عارفين ان هيطلع ستاندرد تاني يحسن بدل ما هو كان 95% هيبقى 96 97 وهكذا يعني صحيح. آه فانا طبعا لا مش لا شك مؤيد لكن انا باصل لنقطه آه ان انا ما اقتلش الانوفيشن الانوفيشن وقلتها هيتحكم عليه بعد كده هيتحكم بعد, بعد عليه قد اكون صح وقد اكون غلط لما اجي اعمل نيو براكتس قد تكون صح وقد تكون غلط وهيحكم عليا الناس بيها لكن لو قلت لا ممنوع اعمل انوفيشن هو الستاندرد بس اعمل الستاندرد يا بلاش مش هيحصل انوفيشن جديد هفضل قاعد مستني الريسيرشرز الريسيرشرز في المجال ده بيشتغلوا امبيريكال امبيريكال معناه ان هو ايه مش بيشتغل بفرضيه جديده او ان هو بينزل ميثودولوجي جديده لا هو بيشوف هو ايه الميثودولوجي في السوق نعمل لها سيرفي كويشنير، نعمل لها سرفي بانترفيو، كوانتيتيف او كواليتيتف يعني، نعمل كيس ستادي ويبدا انه يكون مرجعيات. اللي صرف على الارتكلز دي اللي هي بتاعت مونيكو اوبري، اللي هم ارتكلز كتير وسلسله بحثيه، هو البي ام اي، وهو نفسه اللي عمل ستاندردز بعد كده، واتكلم عنها، وهو نفسه اللي ما خدش بالابحاث دي وما عملش كبي ام اي ستاندرد للبي ام او. فشيء طبيعي ان الموضوع بيبقى له ابعاد كتير ابعاد مختلفه هل اقتنع ولا لا هل هو شغال فولنتير فبالتالي عنده وقت ولا ما عندهوش هل في حد قوي ان هو فعلا يعتمد عليه ويليد الديسيشن في حاجه زي كده كنت بتكلم مره مع صديقنا الدكتور امجد بدوي معروف طبعا في الكوميونتي بتاع البي ام في حته البينفيتس مانجمنت الكلام ده من سنتين وكان بيسال سؤال كده على السوشيال ميديا عموما وبيقول هل البي ام اي ممكن يعمل ستاندرد للبنفيتس مانجمنت فانا قلت له يعني مونيكو اوبري حابله زمان في موضوع البي ام او ومع ذلك ما اتعملش يعني بسبب الجهود التطوعيه ونصحته نصيحه ساعتها يعني مش عارف خد بالنصيحه ولا لا بس هي يعني مشيت في الاتجاه ده, ده قلت له لو في حد أكتب فعلا يقنع البي ام اي بان هم يعملوا ستاندرد للبنفيتس مانجمنت زي ما اكسلوس عاملين ويليد الموضوع يقدم لهم بلان هيقدموا له لا مش اكسس اي بي ام جي اي بي ام جي اي بي ام جي بالظبط اه فلو في حد قوي ان هو يليد الموضوع ويقنعهم ويقدم لهم فعلا دراسه قويه هيعمل الكلام ده ازاي ساعتها هيدوا له الفند هيدوا الفند اللي موجود وهو بالفعل راح واقنع ومشى في الاجراء وماشي فيه ويمكن البي ام اي لسه ما طلعش الستاندرد بتاع البنفيتس مانجمنت لكن ماشيين في الاتجاه ده الفكره اللي عايز اوصلها كلها موضوع ان الستاندردز فعلا بتنبني على الانوفيشنز لما نيجي نبص على اي ستاندرد النهارده واقول التولز والتكنيكس الكتير قوي اللي في كتاب البين بوك هلاقي ان هي اول ما نشات نشات على شكل انوفيشن بدون ستاندرد لكن الستاندرد بيحاول يجمع فاحنا نلتزم بيه انا مؤيد طبعا تماما وبعد كده يبدا يتطور وبعد كده يتطور اكتر واكتر وهكذا فيعني في ايه عشان وقت الزملاء برضو انا مؤيد طبعا للجزئيه مع ال... التحفظات اللي قلتها بالنمط دوت يعني لكن تعليق جميل جزاكم الله خيرا اداره المنافع هل البورتفوليو نشات لاداره المنافع لا انا ما قلتش كده خالص انا بالعكس انا اتكلمت على البريورتيزيشن للبروجيكتس اتكلمت على البيزنس از يوجوال فلا انا مؤيد للتعليق واعتقد او ازعم يعني ان هو مش معاكس او مش مضاد لكلامي يعني النقطه بقى بتاعت الدفاع ناخد هو... المهندس محمد اللي لسه بس فيه خلينا <تكلم> نكمل <تكلم> معلش مهندس شيخ الدفاع البي ام سي لم تتقادم مع الزمن ده رأي حضرتك يعني هي براكتس من 2003 اتفضل مهندس محمد الو هل الصوت قطع مهندس شام انا شايف حضرتك بتتكلم تفضل مهندس محمد سعداني تفضل اكمل اه 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 تمام الله يكرمك تسلم البي ام سي بتتقادم مع الزمن طبيعي ان اي كتاب صدر في 2003 شيء طبيعي انا نفسي لو كتبت حاجه هبقى يعني فرحان بيها بس اكيد ممكن ان انا اغير رايي مع الوقت خاصه ان حصل كم ابحاث كتير جدا هل البي ام شهاده يعني بنعيب فيها لا بالعكس انا لما اتكلمت قلت وده كان انجاز في 2003 ان حد يقدم حاجه زي كده لكن التقادم موجود إيه حضرتك ممكن تحكم عليه ان هو التقادم ده مش صحيح إيه حد تاني ممكن يحكم ان هو صحيح إيه 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 حضرتك حضرتك اليوم كنت بتتكلم على الجفرنس وانه كانه شيء جديد تمام كده في حين ان الجفرنس هو كان 2003 في نفس الكتاب اللي حضرتك ذكرته بيتكلم عن الجفرنس في ذلك الوقت من 17 سنه مش 2003 بس لا مش 2003 <applause> بس من 1950 <applause> كوربوريت طيب انا بتكلم بتكلم على البروجكت جافيرنس بتكلم على البروجكت والبورتوفوليو مانجمنت تول اوكي هي انا مش عايز اضيع وقت الزملاء هي هي نشاه نشأ منها هي نشاه منها الجافيرنس كانت على مستوى الكوربريت، اول ما نشات في الخمسينيات مش متذكر بالظبط البحث لان انا كان عندي زمان واحد من البروجكتس في اي كان على موضوع الجافيرنس يعني فايه فعشان كده فاكر ان هي كانت في رينج الخمسينيات يعني كانت نشات بسبب الايجنسي بروبلم زي ما وضحنا يعني بلاش نضيع الوقت تاني كانت الدلالة على ان الجفرنس موجودة قبل كده وده يعني يحسب له في 2003 انه عمل كده لكن هيجي ناس اللي هم الريسيرشرز هيقولوا الشغل ده شغل بروفيشنال وهم بي... اللي بيشتغل اكاديميك بيقول لا معلش انا ما بقتنعش بحاجه اسمها بروفيشنال بروفيشنال يعني واحد من رايه من قراءته للكتب حط مرجعيه ولم يتم عمل فاليديشن لها بالرغم من تقديرنا ليها وانا مع حضرتك ان احنا نقدرها لكن لما بتكلم على ان هي ما تحدثتش من من 2003 انا شايف ان ده كان المفروض يحصل عليها تحديث يعني بالرغم لا ده لما, لما لا لما يكون في كتب افضل بتطلع لكن لما يكون يفضل 15 سنه ما فيش شيء بيطلع افضل من كده والمحاور اللي انا ذكرتها خمس ست محاور اللي ذكرتهم يبقى معناها ان في شيء متميز وبالتالي هو مش بالضروره ان هو يعمل ابديت يعني عموما لو تقدر تجاوبني هتفضل نسبيه بمعنى ان حضرتك ممكن تبقى شايف افضل وممكن انا لا بس خلينا يعني ايه عشان الموضوع ديفنس ديفينس يعني لا خلينا نقول اه خلينا نقول ان ان احترم راي حضرتك يعني طبعا بالنسبه للسؤال الخلط ما بين البي ام اس والبي ام او از تول بي ام او از هو المفهوم جديد عليا بي ام او از يعني حتى انا ما طرحتوش هنا بس حضرتك وضحت وقلت ان الناس بتختار الاول التول وتبني عليها البي ام او فالكونسبت غريب انا الصراحه مش مش متخيل ان حد ازاي يعمل كده لا 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 كل كل الجهات الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه بي بي بيختاروا مايكروسوفت بروجكت از بروجكت مانجمنت تول تمام كده ويبدا يكيف البي ام او ان هو يشتغل على هذه التول ده طيب. ده يعني كأنه حضرتك ك... ان ان حضرتك قلت كل بس هي لا مش كل لان انا شغال مع جهات حكوميه وبنشتغل اوراكل يونيفاير ماشي عارف في وزاره الماليه المختلفه وزاره الماليه من وزاره الماليه المختلفه بي ام ويب لا ووزاره, ووزارة, ووزارة الداخليه م... كمان آه اوكي حضرتك بتتكلم تقريبا على نموذج ممرة او الامانات صح؟ لا انا بتكلم على وزاره التعليم على سبيل طيب. المثال بتكلم طيب. على جهات تعليميه <applause> فالقصد القصد عشان وقت الزمن كلهم القصد انه انه التول بتبقى موجوده وبعد كده بيحاولوا يكيفوا السيرفيسز والفانكشنز على التول دي في حين التول ما عندهاش هذه الكابابيلتي انا ما اعرفش حقيقي ان حد بيعمل براكتس دي لكن انا مع راي حضرتك ان لو حد بيعمل براكتس بالشكل ده فده مش صحيح يعني انا آه اللي عرضناه دلوقتي في السلايد ان لا ان انا لازم يبقى عندي الاول اوبجيكتيف قد يكون الاوبجيكتيف بعيد عن التول اساسا او مش محتاج التول دي ده انا بتكلم في اوبجيكتيف ثاني انا بتكلم في بي ام اوز واقعيه موجوده ما بتعملش كنترولنج للمشاريع او مش ده من البريورتيز بتاعتها عندها بريورتيز ثانيه غير الكنترول للمشاريع فبالتالي مش محتاجه ان هي تبقى عندها اساسا بي ام او او بي ام اي سيستم سوري ف انا مؤيد لحضرتك ان هي لا مش التول اللي تحكم ان انا اختار التول وبعد كده ابني عليها البي ام او بالاضافه ل يعني موضوع المايكروسوفت نفسها ان هي ما تعتبرش تول بي ام اي اس خاصه ان اللي بيتم فيها هو عباره عن الام اس بروجكت بيتاخد بشكل ما بيتعمل له انترفيس الانترفيس الناس بتقعد تعمل ديفلوب ليها بشكل بروجرامنج يعني بالرغم من ان في تولز اوريدي موجوده وفي منها اسعار متفاوته يعني فقد اكون انا من الناس اللي مش محبز لل للكونسبت ده لان هي مش تول يعني لما تيجي تدور على تول فين التول بقى اللي بتتباع اساسا ان هي بي ام اي اس خاص بمايكروسوفت ما بتلاقيش غير الام اس بروجكت والناس اللي بيعملوا امبلمنتيشن بيجوا يشتغلوا ويعملوا انترفيسز ويربطوا البارامترز ويعملوا بيزنس بروسيسز بشكل معين ده اللي انا شفته قد يكون في اختلاف طبعا يعني سؤال بقى حضرتك ان كيف يتم اختيار التول المناسبه للسيرفيسز على حسب انا بعمل ايه سيرفيسز يعني <تصفيق> <تصفيق> زي ما حضرتك النموذج اللي ذكرته في وزاره الماليه الناس وعندهم سكوب عالي قوي الناس توسعت بشكل كبير ان هو ما بيعملش بس البروسيسز النمطيه اللي موجوده في الكونستراكشن لا ده بدا ان هو يطلع على بروسيسز بتخاطب البنوك اوتوماتيك بشكل ما يعني بدون دخول في تفاصيل ايه بروجكت يعني خلينا بنتكلم في الميثودولوجيز عموما، لكن اللي اقصده ان انا بحدد الاول انا الاوبجيكتيف بتاعي ايه؟ انا عايز ايه؟ عشان بعد كده ابدا اشوف التول، بحدد البادجت اللي انا بتكلم فيها، الاورجنايزيشن اللي زي هيئه حكوميه غير الاورجنايزيشن اللي زي شركه، شركه صغيره يستحيل تروح ليونيفاير، يونيفاير مثلا اوراكل يونيفاير هتلاقي اسعاره عاليه، لكن مؤسسه كبيره شركه مثلا زي اعمار مثلا او مؤسسات حكوميه هنلاقي لا ان هو ممكن ان هو يشتغل بشكل مختلف بنموذج مختلف يعني ممكن ساعتها ان هو يروح لاوراكل يونيفاير فالموضوع على حسب طبعا عوامل كتير على حسب السكوب اللي انا بتكلم فيه سكوب اوف سيرفيسز مش سكوب اوف بروجيكتس سكوب اوف سيرفيسز اللي انا بقدمها في البي ام او على حسب حجم المشاريع اللي عندي على حسب الامكانيات والبادجت لازم يبقى في بزنس كيس واضحه للموضوع ومؤيد لحضرتك تماما في ان ما يتبناش البي ام او على التول ومعرفش نموذج معين بيعمل كده حضرتك اللي بتتكلم يعني عن على نموذج بس انا شايف ان هو يعني مش مش قادر اتخيل ان هم فعلا بيعملوا كده يمكن بيكونوا بيعملوا بشكل تاني او كده بس يعني انا صراحه مش عارف فمش قادر ان انا احكم يعني طيب عشان وقت الزملاء خلينا نروح للاسئله اللي بعد كده ويا ريت نحاول نقتصر على سؤال او اثنين يعني خلي الكومنتس بيننا وبين بعض يعني حتى ايه على الخاص او كده يعني مهندس محمد نستاذنك هنمد الوقت قليلا لان الاسئله كتير واحنا صارتنا نوع... سأل... مانس شام صوت صوت حضرتك بيقطع مانس شام تأذن محمد ايوه نمد الوقت قل تعب الاسئله شويه بعد اذنك مفيش مشكله مفيش مشكله معاك المهندس محمد قابل مهندس محمد عبد القادر ايوه يا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بكم بدايه يعني بنشكر الصديق والزميل العزيز مهندس محمد السعداني يعني على الامسيه الرائعه والعرض المتميز والشكر موصول طبعا المهندس هشام الشافعي والمهندس سامح والمهندس مدحت وكل الزملاء في الجمعيه بصراحه يعني شغل عالي جدا وراقي يليق باسم جمعيه المهندسين المصريين في السعوديه مع الجهات الاخرى السؤال مهندس محمد المقاومه وعلاجها انا عارف حضرتك عرجت عليها من خلال الكلمة المحاضره مقاومه التغيير صعبه جدا خاصه مع ثقافتنا كلنا في المنطقه يعني. فايه المحددات هل شروط التعاقدات تكون اوضح شويه هل محتاجه مهارات خاصه من اداره المشروع اداره البي ام ولا ايه وجهه نظر حضرتك انا مش هطول اكتر من كده عشان وقت الزملاء الله يكرمك تسلم يا رب ربنا يكرمك المقاومه طبعا علم كبير التشنج مانجمنت ولن يسع الموضوع ان هو يعني يسرب في اجابه سؤال لكن خلينا نتكلم في النقاط الرئيسيه ان عشان اتعامل مع التشينج مانجمنت محتاج ان انا اكسر الحواجز يعني لو في حواجز ما بين الديبارتمنتس ما بين الافراد ان انا اكسر الحواجز ديت بحيث ان يحصل الكولابوريشن بشكل اعلى ان انا انشر الكالتشر او الثقافه بتاعه التعاون زي ما بنتكلم عنها دايما في موضوع الهيومن ريسورس لما نيجي نقول الهيومن ريسورس مانجمنت الريسورس واحد من اصعب الانواع للاداره قد يكون ان انا ريسورسز تانيه زي الماتيريال الماشينري بتدار بشكل سهل لكن اداره الافراد او اداره الريسورسز نفسهم الموارد البشريه بتبقى اصعب لان هو عنده عقل بيفكر له راي تاني قد يكون مخالف ليا فعشان كده محتاج ان انا دايما عشان اوصل بشكل سريع لعمليه الاداره الفعاله ان انا انشر الروح التعاونيه ما بين الناس ان انا افتح لهم المجال ان يبقى في جزء خاص بالسوشياليزنج ان هم يجتمعوا مع بعض يتكلموا مع بعض سواء في مكان في العمل او في بره العمل بحيث ان ان يحصل الفه ما بين الناس وبعضها حتى ما بين الاقسام المختلفه فساعتها لما واحد يطلب من واحد حاجه ما يحسش ان هو جاي بي بي بيفرض عليه حاجه او بيتنطط عليا بقى ده جاي من حته تانية ده كذا كذا لا في ساعتها يقول له حاضر عينيا ليك هعمل لك اللي انت عايزه طبعا نشر الثقافه دي بتاخد وقت وعشان كده موضوع التشنج مانجمنت ضروري ان هو يبقى جرادوال عمره ما هيجي مره واحده، يستحيل ان هو يجي مره واحده، انا محتاج ان انا ابص الروح التعاونيه دي، ان انا ازود من عمليه المنتورنج للناس والتاهيل ليهم، ان انا احاول اعمل لهم تريننج باستمرار على البراكسس الكويسه، اعرض لهم ان شركات ثانيه بتقوم ببراكسس كويسه والناس بقت متميزه، احاول ان انا احبب النموذج ده ليهم بحيث ان هم نفسهم اللي يبقوا عايزين يروحوا للتشينج ما يحسوش ان الموضوع بيتفرض عليهم وانس ان هم حسوا ان الموضوع بيتفرض عليهم بيبداوا يقاوموا لا بحاول ان انا اجيبها بشكل مختلف ان الموضوع بول مش بوش مش إن انا بعمل بوش لا ده هم اللي بييجوا وبيقولوا لي احنا عايزين نعمل كذا احنا عايزين ان احنا نغير احاول ان انا ازود الروح دي عندهم المعتاد طبعا ان معظم الموظفين اللي بيداوموا مثلا شيء طبيعي قوي ان هو دوامهم مثلا لو تسع ساعات ثمان ساعات عشر ساعات ما حدش بيشتغل ال10 ساعات كاملين يعني في الغالب في ناس بتشتغل ساعتين في ناس بيشتغل 8, وفي ناس بيشتغل ثمانية وفي ناس بتشتغل خمسة على حسب يعني بس لو خدنا افريج مثلا ان الموظفين ايه بيشتغلوا ست ساعات من الثمانية طيب الساعتين الباقيين دول بدل ما هم موظف قاعد على مكتبه مكسل او بيشتغل بدون همة لا احاول ان انا اعمل فيهم انشطة سواء بقى الانشطة دي سوشيال اكتيفيتيز او الانشطة دي ان هي تبقى تعليمية يبقى حضور ايفنتس او كورسات او ليرنينج ورك الطريقه نفسها بتاعه التعامل مع الناس ان انا بتعامل معاهم وبكبرهم في ان انا منتظر منكم اوت كبير واسني باستمرار على الاداء والتحسن حتى لو كان تدريجي كل دي عناصر من العناصر المهمه الجرادوال change هي دي يعني الرئيسيه ان اكون بعمل التشنج ده بشكل جرادولي ما كنتش متوقع ابدا ان انا التشينج هيتم بشكل سريع خاصه لو الماتيوريتي بتاعه البروجكت مانجمنت كانت منخفضه هل تمام كده ولا مهندس هشام ناخد الدكتور العجرودي السلام عليكم وعليكم <سلام> السلام ورحمه الله وبركاته محمد تفضل بداية بشكر المهندس محمد ثاني على المحاضرة القيمة والجميلة ربنا يبارك في جهدك يعني وعلمك ويزيدك إن شاء الله والشكر طبعا موصول للجمعية وإدارتها وكل العاملين يعني وعلى رأسهم المهندس هشام على يعني المبادرة الجميلة اللي هي نستمتع بها من المحاضرات المتنوعة والمفيدة يعني للكل إن شاء الله. سؤالي لحضرتك بس سؤال سريع ومختصر هو له علاقة بالسكوب بتاع مكتب إدارة المشاريع ما بين الكنترول ال اللي هو السيفير في الإدارة المباشرة والدايركتيف وما بين الدور الاستشاري اللي هو السبورتيف لو الكلاينت اللي قدامي يعني مش مش محدد السكوب بتاعه أنا ك ككونسلتنت وللماتيوريتي والكالتشر بتاعنا هنا في الشرق الاوسط اي, أي المكاتب اللي ممكن تكون مناسبه لل... للبدايه في المؤسسه لو هي مؤسسه لسه برضه الماتيوريتي بتاعتها قليله وهل في احصاءات اتعملت على... على المكاتب هنا في منطقتنا من الشرق الاوسط ودولها يعني اي نتائج يعني لو لو موجود يعني جزاك الله خير. جزاك يك ربنا يكرمك يا الاول نطاق العمل حضرتك بتقول ان هو ما بين الكنترول والسبورتيف واي الانواع مناسبه حضرتك ذكرت مشكله قبل المشكله دي لو الكلاينت نفسه مش محدد السكوب ومش محدد السكوب دي مشكله اخطر من اختيار اخطر بالطاء واختيار بالتأ يعني اخطر من كوني بختار نوع البي ام او هيكون ايه عدم تحديد السكوب دي كارثه كارثه كبيره لان في النهايه هيحصل سكوب كريب عالي جدا جدا وهيستمر مده الامبلمنتيشن للبي ام او والكلاينت مش راضي عن اللي بيحصل لان حتى الان لسه ما اتفقش مع السكوب المتخ... التخيلي اللي في دماغه او اللي مش مكتوب فاول خطوه في الحاله دي لازم اسعى في البدايه تو ديفاين ذا سكوب لازم اقعد معاه بورك شوبس بميتنجز مستمره اضغط عليه لغايه ما أخد منه هو السكوب عباره عن ايه عشان يبقى ابروف لان لما لو ما عملتش الحركه دي فعلا بتدخلنا باستمرار المشكله دي في اعباء ومشاكل لما بنغلط الغلطه دي وكلنا طبعا ايه احيانا بنضطر ان احنا نقع فيها يعني مضطرين او مختارين فبيبقى الخطوه الاولى تحديد السكوب نفسه دي النصيحه الاول يعني اما بالنسبه للسؤال اي الانواع مناسبه طبعا يعني بناء على الابحاث بتاعه اوبري اللي عرضناها ان السبورتيف زيادته زياده الدور السبورتيف بيزود البرفورمانس بتاع المشاريع لإن في النهاية أنا بقلل الكونفليكت لما باجي البي ام او رايح للناس بتوع البورتفوليو مانجمنت بيقول لهم أنا هساعدكم أنا جاي أفيدكم أنا جاي أديكم تول تستخدموها من غير ما ما يبقى الموضوع ااا في كونفليكت أو تنشن ما بينهم بيبدأ إن يحصل إن هم يتجاوبوا بعضهم يتجاوب مع الوقت جزء أكبر يتجاوب ما اتوقعش أبداً إن الكل بيتجاوب مرة واحدة شيء طبيعي إن إن لازم نكون متوقعين إن الموضوع هيبقى فيه ترانزيشن فتره انتقاليه عشان الناس تبدا تتجاوب فزياده الدور السبورتيف ده شيء كويس لو الاوبجكتيف عند الكلاينت من تعريف السكوب لازم يبقى فيه كنترولنج فانا محتاج ان انا ابدا جرادولي في الدور بتاع الكنترولنج بس ده هيبان في الديفينيشن للسكوب يعني لازم اقعد مع الكلاينت واعرف السكوب بالظبط هو عايز يعمل كنترول ولا لا عشان بعد كده ما يجيش ان هو يقول لي انت ما عملتش الدور اللي احنا اتفقنا عليه، لا انا تخيلي بي ام او زي ال... زي الناس زي ما كل الناس تعمل بي ام او، بي ام او زي اللي في السوق، اللي في السوق بيعمل ايه؟ بيعمل كنترول اكيد انت ليه ما عملتش كنترول؟ فعشان كده الديفينيشن للسكوب ده مهم قوي 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 يعني سواء في البي ام او او في غيره يعني. فعشان كده نصيحتي لو هو وافق او قال ان هو عايز يبقى في دور كنترولنج فهبدا ساعتها ان انا ارسم بلان معاه أه هعمل الدور الكنترولنج ده الامبلمنتيشن له هيكون ازاي؟ هيكون ازاي ان انا ممكن في البدايه ببدا بمجموعه بسيطه من البروسيسز لو سمحتوا التزموا بالبروسيسز دي هساعدكم تعالوا اعمل لكم تريننج ادربكم هتعملوا البروسيس دي ازاي وده دور يعتبر سبورتيف اهي البروسيسز دي بتتعمل كذا أه... ابداوا نفذوها ابداوا ابعتوا لي التقارير الفلانيه ما اعرفوش طيب تعالوا هقعد معاكم مره ثانيه اه لا كان المفروض تعمل كذا لا دي كذا كذا الناس بتحب التعلم شيء طبيعي ان ده الجرادوال تشينج هياثر في الناس والناس هتقول طيب اوكي وزي ما اكدت برضه ان هلاقي كل من الناس ممكن هي كسوله مش عايزه تلتزم مش عايزه حاجات من دي لكن ده لا يعبر عن الوضع عموما فهي دي نصيحتي ان انا اشتغل سبورتيف بشكل كبير ولو الكلاينت عايز كنترولنج يبقى بشكل تدرجي بالنسبه بقى للاحصاءات حقيقي مش عارف اذا كان في في الشرق الاوسط حاجه عموما على الفرق ما بين السبورتيف والكنترولينج معظم الارتكلز العالميه الواحد بيحاول انه يقراها يعني بتبقى في الجورنالز العالميه اللي هي بير ريفيود فدي يعني في ثلاثه او اربعه جورنالز رئيسيين للبروجكت مانجمنت في الغالب يعني ما حدش منهم بيختص بي حاجه للشرق الاوسط بس عارف في نويز عند المهندس ففي الغالب ما حدش ان هو بيختص مثلا حاجه معينه في الشرق الاوسط انا شخصيا لما اشتغلت ابحاث على الموضوع ده كان في بيبر في 2013 بس كانت بتتكلم على البي ام اي اس في 2013 وكانت سوري مش البي ام اس كانت على المعوقات تنفيذ البي ام في القطاع العام في القطاع الحكومي وكان من ضمنها عنصر زي عناصر البي ام اي اس او عناصر التعليم وكان بريورتيزيشن للعناصر دي لكن ما تطرقتش لحاجه زي كده وبرده في 2017 كان في ارتكل كنت نشرتها بس كانت على فريم وورك للموضوع ده الفريم وورك كان ملوش علاقه بالسبورتيف والكنترولينج كان له علاقه اكتر بال الثري تكنيكس او الثري فانكشنز اللي اللي ممكن يقدموا البي ام او اللي هم الجفرنانس والبنفيتس مانجمنت والاستراتيجيك الاينمنت كان بحاول ان انا اعمل زي فريم وورك ليهم. ف... فدي كانت ابحاثي لكن بعتذر حقيقي ان انا مش عارف حاجه محدده في الشرق الاوسط على موضوع الكنترولينج والسبورت شكرا شكرا استاذ. ناخد السؤال الثاني للمهندس باسم محمد. <متحدث> أه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم <applause> السلام ورحمه الله وبركاته مهندس محمد سعداء جدا بالمحاضره النهارده صراحه محاضره شيقه وداسمه ما شاء الله عليك يعني زي ما تعودنا من حضرتك شكرا للمهندس هشام والقائمين على المبادره من اول المبادره صراحه استفدنا منها كتير جدا عندي سؤال واحد مهندس في الشريحه الخاصه بظاهره التحول المستمر حضرتك ذكرت ان الابحاث اثبتت ان عمر مكتب اداره المشاريع عاده ما بين ثلاث او أربع سنوات او سنه او سنتين زي ما حضرتك قلت في الاول فهل ده الطبيعي على ارض الواقع ان مكتب اداره المشاريع يبقى عمره الفتره الزمنيه دي ان انا مثلا يبقى عندي اهداف معينه للمنظمه مسافه ما حققت الاهداف دي خلاص اصبح المكتب ملوش دور او انا مثلا في جهه حكوميه انشات المكتب لهدف معين ان انا مثلا عندي في عشوائيه في الاداره او في حاجه مش مظبوطه فيظبط لي الدنيا وبعد كده يبقى دوره مش موجود ولا يعني محتاجه توضيح النقطه دي بالنسبه لي؟ تمام آه. السؤال الجميل جزاكم الله خيرا مهندس باسم وطبعا انا بعتذر ان انا ممكن ما كنتش وضحت النقطه دي في البدايه عندك حق هل فعلا يعني طبعا بعد ما يخلصوا ال... نعم ربنا يبارك في حضرتك جزاك الله خير الله <applause> يكرمك الفكره كلها ان ده بحث قال من ثلاث لاربع سنين في بعديه بسنه او سنتين بحث ثاني قال من سنه لسنتين لما نيجي نبص على التاريخ بتاع البحث هنلاقيه ان هو في 2008 كانوا بيبحثوا ظاهره التحول المستمر اللي هي ممكن تكون عندهم في الكوميونتي الغربي في الوقت ده ويمكن كانت موجوده عندنا في وقت ما في الكوميونتي العربي مثلا في 2011 انا شفتها في 2010 2011 2012 وهكذا العلاج بتاعها بيتم من خلال البحث الناس بتبحث الاسباب ايه طيب نتلاشى الكلام ده ازاي ان اه في سبورتيف رول ممكن يبقى يزود زيادته تزود من مشاريع الاداره للتشنج مانجمنت تختلف اكيد الابحاث دي بتنعكس بعد كده على الباقي فانا ما بقولش ان هم بيقولوا ان لازم يكون من 3 أربع سنين لا هم بيقولوا لاحظنا ان هي من 3 ل سنين وعايزين نعرف هي بتتغير ليه هو ده كان تساؤلهم بحثوا فلقوا ان من ضمن الاسباب ان في كونفليكت اه يبقى نحل الكونفليكت عشان ما نوصلش للثلاث أربع سنين لا نستمر على طول نحل التنشن برضه من ضمن الاسباب ال 35 درايفر يمكن انا ما ذكرتهمش للاسف في السلايدز كانوا كتير عددهم في البحث بتاع اوبري في 2010 كان من ضمن العناصر اللي عملت عليها هايلايت بعد كده ولقيتها في الكوشنيرز بشكل كبير الكوست ان هي لقيت ان ان بعض البي ام او قفلت بسبب الكوست فسواء بقى عندي تنشن كونفليكس كوست تشينج مانجمنت لاك اوف تشينج مانجمنت كل دي عناصر ادت لي... لان البيمو يقفل لكن ده ما كانش مستهدف ان هو يقفل لا ده هو قفل بسبب العناصر دي فبالتالي بنقول طب عايزين بقى نعالج العناصر دي عشان مستقبلا ما يقفلش لما نيجي نبص بقى للوضع الحالي في 2020 دلوقتي هنلاقي لا انا رايي الشخصي طبعا ده مش مش رايي اكاديمي رايي الشخصي لا ان بتستمر اكتر من كده وبتستمر وما فيش مشاكل لان المواضيع بدات تختلف بدأ تنتشر فكره التشنج مانجمنت بشكل اكبر، فكره الروح التعاوني التعاونيه اكتر، ان انا ابقى سبورتيف، ان انا لما اعمل كنترولنج اعمله بشكل جرادوال، فالافكار دي كلها خلت ان ان لا العمر من رؤيتي الشخصيه ان هو يطول عن الثلاث لاربع سنين، وطبعا اللي بيأسس مش مستهدف لا خالص انا ما اقصدش كده، مش مستهدف ان هو يبقى ثلاث لاربع سنين، ده هو بيقول لقينا ان هو بيبقى من ثلاث لاربع سنين فعايزين نعرف هو ايه السبب عشان نعالجه عشان ما تحصلش المشكله دي.

السلام عليكم مهندس شريف ازي حضرتك يا مهندس محمد انا بشكرك جدا على المحاضره القيمه وبشكر اداره جمعيه المهندسين المصريين وبشكرهم فعلا على المبادره وعلى راسهم مهندس هشام الشافعي الشكر موصول للجميع الحقيقه كان عندي تعليق بس من نقطتين سريعا وسؤال في رايي الشخصي الستاندرز غير ملزمه لاي حد لانها اتبنت اصلا على بيست براكتس فهي مش علوم مجرده ما هيش ماتيماتيكال اندكشن مثلا فبالتالي لازم تكون ملزمه ما لهاش نو no واي ان هي تتغير أه الهدف منها ان هي تكون جايد للناس ان هي بدل ما تبتدي فروم سكراتش هي يكون عندها بيس تبنى عليها يعني بمعنى انه يكون في ارضيه مشتركه بين الناس كلها تبدا من عندها من حيث انتهى الاخرين بدل ما يبدا فروم سكراتش بدليل ان احنا عندنا تو ابروتشز معروفين لاكسلس والبي ام اي فممكن اخذ الابروتش ده وممكن اخذ الابروتش ده, ده وممكن حد يحط ابروتش ثالث ونشتغل عليه ده في رايي التعليق الثاني بالنسبه للبي ام اي اس والحقيقه دي من احد المشاكل اللي بتقابلنا احنا ك كسيرفيس بروفايدر للبي ام اي اس سوليوشنز انه البي ام اي اس ده تول للاوتوميشن لل للبي ام او او لل للايمز او الجولز اللي الشركه او الانتربرايز عايزه تنفذها هو في النهايه هو تول كاستمايزبل بينفذ كل البزنس بروسيسز اللي موجوده جوه الانتربرايز بحيث ان هي ان هو يخليها اوتوميتد الفكره انه هي تيجي بعد ما يكون في بي ام او وانا شايف ان هي احد المهام الاساسيه للبي ام او ان هو يختار التول دي لانه في اكتر من سيرفيس بروفايدر وكل يعني في اوراكل في مايكروسوفت في اوتوديسك كلها عندها بي ام وكل سيرفيس بروفايدر عنده اكتر من سوفت uh, وير في مثلا اوراكل عندها برايم عندها يونيفاير عندها ايكونكس وهكذا فاختيار التول دي بيكون انا شايف ان هو احد المهام الاساسيه للبي ام او بالاضافه لانه زي في احد المهندسين الزملاء تفضل وقال انه الاي بي ام بعض الوزارات بتكيف البي ام على الاي بي ام لا هو الحقيقه اللي بيحصل فعليا انه الوزارات ما عندهاش بي ام او اصلا ما عندهاش ميثودولوجيز واضحه فهم بيبتدوا احنا بندرايف الموضوع نقول لهم يا جماعه والله احنا نقدر ني ني يعني نوجهكم بالشكل ده وتقدروا تديروا المشاريع بالشكل ده لانه مفيش اليه واضحه. السؤال بس الاخير انا مش عايز اطول على حضرتك ولا على, على الزملاء، ايه هي السيرتيفيكت اللي حضرتك ترشحها لنا وهل السيرتيفيكت يعني بتقدر تمكنني ان اكون قوي اني اقدر اشتغل بشكل براكتيكال واقدر انفذ اعمل بي ام او سيت اب ولا هي بادي اوف نولجي زي ما احنا متعودين على كل السيرتيفيكتس الخاصه بالبي ام اي وهكذا. شكرا ليك وشكرا لوقتك والف و... شكر ليك تسلم مهندس شريف جزاكم الله خيرا على التعليقات التعليق الاولاني جزاكم الله خيرا عليه طبعا بس انا مش حابب ارجع لل للديبيت التعليق الثاني البي ام اي اس اداء هو المهندس شريف شغال في الامبلمنتيشن لبي ام اي اس مختلفة ومتنوعة منها اليونيفاير منها الأكونكس منها البرايم وبنستفيد دايما من خبراتك جزاكم الله خيرا في الـ بي ام اي وانت متفق معانا في حتة ان هو ايه ان لا التول ما بيتبناش عليها البي ام او وكويس ان انت يعني من المطبخ يعني زي ما بيقولوا فعارف الدنيا بتدار ازاي وان هي لا بيبقى في محاولات للاداره بشكل صحيح مش بشكل خاطئ. جزاكم الله خيرا طبعا على التعليقات. بالنسبه للشهادات يعني هي من الشهادات الشهيره البي ام او سي في الشهاده بتاعة الفاليو رينج في الشهاده بتاعة البي 3 او يعني دول اللي انا اعرفهم في شهادات ثانيه تقريبا بس مش مش متذكرها قوي. البي ام او سي آه شهادة يعني مش مش وحشة وكندلاند رولينز في وقتهم كان الكتاب قيم بس أنا رأيي الشخصي إن هو يعني ما تطرقش بشكل كبير لل للعناصر اللي أنا كنت اتكلمت عنها يعني وكده وإن كان يعني في وقته كان كتاب قيم وكتاب مفيد آه فأنا واحد من الناس بيبقى ليا وجهة نظر معينة ان انا مش لازم اخد كل شهادات البي ام او مش لازم اخد كل شهادات البروجكت مانجمنت مش لازم اخد كل شهادات الريسك مش لازم كده يعني فايه فببقى بنتقي يعني فالانتقاء بتحاول بقى ان انت تشوف طيب مقارنه ما بين الحاجات دي انهي اللي ممكن تبقى اكثر اثراء او اكثر فايده يعني فالبي ام او كانت من اوائل الشهادات طبعا بس في النهاية قايمة على مؤسسة وهو زي ما تفضل المهندس محمد العربي والدكتور محمد قال لنا ان هي يعني تقريبا بتقف او وقفت مش متذكر البيان بالظبط يعني بس في النهاية يعني كانت قايمة على مؤسسة شبه فردية يعني برضه الفاليو رينج نفس الحكاية الشهادة الخاصة بيها قايمة برضه على عمل فردي طبعا الحاجه اللي بتبقى قائمه على العمل الفردي انا ممكن شخصيا اروح مثلا اعمل شهاده بقى خاصه بيا قد الموضوع ده ينجح وقد لا بمعنى ايه ان هو ما بحكمش على ان الشيء الشخصي اللي قائم على فرد او فردين او ثلاثه او مؤسسه صغيره يعني ان ده هينجح او ان هو هيفشل لا ممكن كده وممكن كده بس في النهايه الدعم اللي معاه عشان ينجح بسرعه ويوصل بسرعه زي ما غيره وصل بيبقى اقل النهارده البي ام اي معروف لكل الناس كل الناس عارفه شهاده بي ام بي وناس عارفه شهاده برنس 2 طيب لما باجي انا استهدف اخد دي ولا دي طب اخد انهي الاول اكيد بحاول ان انا افكر في البي ام بي لان هي مور ابريشيتد قد تكون البرنس 2 منهجيتها ممكن حد يقول لا منهجيتها افضل منهجيتها احسن طريقه افضل فيها اثراء للمعلومات بشكل كبير وحد تاني يقول لا معلش انا شايف ان البي ام بي افضل بغض النظر بس انا لما باجي اقيم بقيم هو الابريشيشن فين للشهاده نفسها وبقيم النولج اللي انا هاخدها قد تكون النولج ممكن تكون متساويه مثلا ما بين حاجتين فساعتها ببدا ان انا ارجع حاجه معينه بس انا شايف ان البي 3 او الكونسيرن اللي عندي فيها بس حته التنظيم الاورجنايزنج للكتاب انا شايفه ان هو مش بالطرق الامريكيه الطرق الامريكيه بتنظم بشكل احسن شويه فشايف ان التنظيم خاصه ان دي يعني ايه واحده من السكيلز اللي مش هقول ماهر فيها بس بحبها يعني ان انا لما بطلع برودكتس سواء كانت بروبوزلز او كانت دوكيومنتس او ريفرنسز بهتم جدا بموضوع الاورجنايزنج عشان الريدر اللي بيقرا بعدياً سواء بيقرا ارتكل بيقرا بروبوزل بيقرا دوكيومنت ريفرنس uh, uh, يبقى مستمتع يبقى فاهم يبقى عارف اولها من اخرها فدي نقطه انا باخدها الصراحه على البي 3 او قد اكون محق وقد اكون مخطئ يعني طبعا يعني لكن في النهايه كم المعلومات اللي جوه كتاب البي 3 او صراحه رائعه معلومات كتير كتير جدا يعني الواحد بيبقى مستمتع وهو عمال يقرا بس بتبقى مشكلتي في النقطه دي النقطه الاخيره بقى موضوع ان لما بروح لجهه زي اكسلوس مدعومه بشكل كبير ان هي تطلع بيست براكتس شيء طبيعي ان اكون اكسبكتد ان هي هيبقى الـ المرجع عندها اقوى من غيرها ده كده ايه رايي يعني السريع في في الموضوع وفي النهايه يعني الموضوع بيختلف على حسب البالانس قد يكون يعني في حد ان هو ايه يلاقي ان رايي لا ممكن مش مظبوط لا ليه ما خدش شهادتين ثلاثة يعني او مثلا ليه اروح للبي سي او خليني اروح للبي ام بس ده راي الشخص يعني او التوقع بتاعي اتمنى اكون جاوبت على السؤالين شكرا <سؤال> استاذ محمد السؤال الأخير للدكتور ابراهيم عطيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دكتور ابراهيم كيف حالك أنا طبعا الأخر والأخير إن شاء الله. أه جزاكم الله خير الأخير الأول على المحاضرة أنا عندي يعني ثلاث أسئلة وراء بعض كده واسمعهم وراء بعض إن شاء الله. ماشي سمعني؟ سمعك، طبعا اتفضل اول حاجه ان من اسباب تعثر المشاريع بصفه عامه في الخليج عدم وجود مكتب بيمو في بعض الشركات والمكاتب سواء كانت خاصه او حكوميه واتفر يعني يعني ده انا في دراسه قالتها ان من احد الاسباب الرئيسيه في تعثر المشاريع ما فيش مكتب بيمو تمام ده واحد لانه هيبتدي يحلل لك المشاريع ويشوف المشاريع ديت ايه اسباب فشلها ويرفع من نسبتها النجاح فيها ويستثمر الموارد البشريه اللي موجوده ويشوف التخطيط اللي موجود في المشروع عشان يوصل لجوده عاليه في المشاريع ويبتدي يعمل استثمار ما بين المشروع نفسه واستراتيجيه الشركه اللي هي المفروض بنيه الخطه عليها ويستثمر كل الموارد الموجوده معانا تمام فانت متفق معايا في الكلام ده جميل الاسباب تعثر المشاريع بتختلف تختلف واحد منها جذري انا لي راي الشخص يعني ممكن يبقى إيه؟ مش مكان احنا نتكلم مع بس بعض كلنا كل أسمع. أنا نستفيد واحد من العناصر الرئيسيه اللي بتاثر في موضوع المشاريع اختيار المقاول اختيار المقاول مهم جدا لما بقى انا عارف ان في مقاولين بيتاخروا ومعتاد عنهم ان هم بيتاخروا فده ما ينفعش ان انا اروح اختاره ثاني اختاره ثاني طب انا يعني اكسبكتد ان نفس النتيجه هتيجي غير بقى في شويه حاجات كده بتبقى ايه منتشره عند بعض المؤسسات الصغيره مش هقول الشركات الكبيره يعني بغض النظر يعني حتى موجوده في الشركات القطاع الخاص الكبيره ولا لا بس اقصد منتشره في في القطاع الصغير يعني تلاقي مثلا مؤسسه اخذ دفعه مقدمه وخد الدفعه المقدمه دي واعتبرها ربحه وجنبها بعيد عن المشروع وبدا ان هو يقول للناس اشتغلوا انا مش فارق معايا خلاص انا اخذت مكسبي اتعصر بقى المشروع ما اتعصرش كده كده في النهايه البنالتي ممكن ندفعها ممكن ما ندفعهاش ممكن المواضيع تمشي ودي فالنمط العام ده كله بيبقى بيؤدي ليه ان المقاول يكون متكاسل وده كده العنصر الثاني العنصر الثالث برضو في وجهه نظري موضوع البرودكتيفيتي بتاعه العماله انا باستمرار برغم ان انا يعني شغلي بعيد عن المواقع من فتره كبيره يعني برغم ان اول ست سنين كان كلهم مواقع لكن من فتره يعني واحد بعد لكن دايما بحاول اراقب كده البرودكتيفيتي بتاعت العماله بشوف ان لا العمالة بشرية. آه العمالة, بشرية. آه العمالة, بشرية. آه العمالة بتبقى البرودكتيفيتي بتاعتها اقل من المعتاد ده بيبان طبعا في السكيدجولينج لما تيجي تشتغل وتلاقي ان المان باور عندك كتير طبقا للبلاند طبقا للبرودكتيفيتي ريتس العالميه ومع ذلك ما بتطلعش انتاجيه مش عايز اقول ربع او يعني تلت المتوقع بسبب اختيار العماله طبيعه العمل معاهم كنا في بعض المشاريع مثلا بتلاقي في شركه اجنبيه او ايا كان الشركه يعني بتيجي مع المشرف مثلا ومع العمال اللي معاه وتتفق معاهم بالطريحه زي ما بنقول ايه في في مصر يعني انا عايز اخلص الحاجه دي وليها كم يوميه مثلا او كذا فبالتالي الراجل بيبقى متحفز انه يخلصها النهارده قبل بكره، فبيخلصها لو هي مدتها ست ايام بتلاقيه خلصها في أربعة ايام عشان يتحسب له الفرق ده بونص، فبيبقى فيه موتيفيشن، بيبقى في تحفيز للعماله، والتحمليه بتاعه العماله مش كلها زي بعض، في عامل بيبقى متكاسل بيبقى بيحفر واحده واحده برضه الكلايمت اكيد بيأثر طبعا الحراره او كده وان كان برضه يعني في مناطق كتير في الدول العربيه الجو فيها ساعات بارد قوي ساعات حار يعني بيختلف يعني ففي عناصر كتير مش بس البيمو لكن طبعا البيمو لا شك انه له اهداف رئيسيه وبتبقى واضحه وواحد من العناصر اكيد متفق معاك اللي بتاثر على نجاح المشاريع السؤال الثاني امتى الوقت المناسب ان انا اعمل مكتب بي في الشركه او المؤسسه؟ امتى الوقت المناسب الصح واختار واقول هكرر دلوقتي هعمل المكتب؟ تقصد المؤسسه اللي هي ايه؟ مقاولات ولا استشارات ولا كلاينت؟ مؤسسات مكتب استشاري حكومه أي الوقت المناسب ان انا بقترح دلوقتي هنشئ مكتب بي النهارده الوقت المناسب؟ النهارده ده بالنسبه لكل انا معترض في معايير في معايير باشمهندس انا بقى انا كلامي على المعايير خليني افصل اكتر انا بقول لك ليه النهارده بحفزك في الاجابه بس ان ايه ان النهارده ده معناه ان ليه من دلوقتي ما في ان انا اقول هل انا عندي اوبجكتيف فعلا متمشي مع الكلام ده هل البي ام او واللي بيقدمه لي ده مس شيء عندي او فعلا انا شايف ان ده واحد من الاسباب اللي انا ساعتها افكر ان انا انشئ مكتب اداره مشروعات طيب لو حسيت بكده ما ينفعش ساعتها ان انا ثاني يوم اقول يلا احنا هنعمل مكتب مشروعات لازم الاول بيبقى فيه ايه اناليسز للديسيشن ده بجمع معلومات على قد ما اقدر داتا احلل المعلومات دي اتاكد هو انا فعلا الاحتياج ده حقيقي طيب هدفع كام في الموضوع ده لازم يبقى في بزنس كيس بتقول لي ان في وأنا واناليسز هستفيد ايه من الناس اللي موجوده هل فعلا الفائده بتاعتهم دي تعادل اللي انا هدفعه اللي انا هصرفه ولا الموضوع هيبقى مش مهم بالنسبه لي طبعا كل كيس هتختلف قد تكون شركه اوريدي الناس اللي فيها هاي كواليفايد عندهم سيستم عالي بيعملوا بورتفوليو مانجمنت بشكل كويس قوي مش منتظرين ان حد يجي يعمل لهم كنترولنج زي البي ام او هم اوريدي الناس الماتيوريتي عندهم عاليه البروسيسز موجوده من زمان وكان في شركات آآ ضخمه يعني المقاولين العرب في يوم من الايام كانت واحده من الشركات اللي ماشيه ببروسيسز وستاندرز بشكل كويس وكان اي حد يتمنى يشتغل في المقاولين العرب يعني في يوم من الايام ف يعني الموضوع مش شرط ان هو يبقى اجباري لكل الشركات انها لازم تعمل بي ام لا ممكن ان هو ما يلاقيش الفانكشنز دي اللي هتتقدم في البي ام فيها احتياج لكن دراسه القرار اعمل ولا ما اعملش لا القرار من النهارده ليه لا احاول ان انا انالايز يعني هو في النهايه الحاجه اللي افكر فيها النهارده احسن من ان انا افكر فيها بكره اعمل ولا ما اعملش الديبنس على حسب بقى الدراسه زي بالفعل الموضوع مثلا ايه لما اجي اعمل اناليسز وديزاين مثلا لايه ان انا هعمل مول كبير مثلا زي سعودي مول مثلا او غيره يعني ممكن تلاقي اثناء التخطيط اثناء الديزاين اكتشفنا لا ان الموضوع هيبقى اكبر يعني هندفع فيه فلوس زياده قوي وبالتالي مش هتجيب يعني العائد مش هيبقى بيغطي الكلام ده انا ما اعرفش طبعا المشروع ده ايه بس انا بتكلم عموما يعني أه هلاقي ساعتها ان العائد اللي جاي مش مغطي فاخد القرار واقول لا بلاش ان انا اكمل الدراسه نفسها مفيش مانع لو ما ما يمنع ان انا اعملها مبكرا اسون از بوسيبل عشان ده علم موجود في السوق احاول ان انا بمنطق بقى الاستراتيجي ان انا عندي اكسبلويتيشن واكسبلوريشن ان في ناس بتنفذ الاستراتيجي اللي هم الاكسبلويتيشن وفي ناس بتعمل اكسبلور زي فكره نوكيا عشان ما الاقيش حد غيري هو اللي عمل الفكره طب ليه انا ما ادرسهاش ادرسها من دلوقتي نفس الشيء بقى ادرس ان انا هل فعلا مجدي ان انا اعمل فيه مو جذر الانفورميشن حل المعلومات حط فانكشنز وقدرها وقدر الريسورسز وشكل الهيكل هيبقى ايه ابدا ساعتها حط السعر هو بناء على الموديل ده والفانكشنز دي التكلفه متوقع تكون كام هل البينيفيت بقى اللي هيحققوها لي او اللي هيجيبوها هل تعادل اللي انا هصرفه ده ولا لا عمليه الدراسه دي انا انصح بها من من بكره فعشان كده يعني كان ده الرد السريع يعني من النهارده مش انا اسف طولت عليك بس هو يعني الله يعني يبارك فيك. الله فيك والله معلش يعني, يعني الله يبارك فيك في يعني علاقه البي ام او بحوكمه المشاريع ده لا حاجه الاخيره البي ام او مع حوكمه المشاريع حوكمه المشروع ولا البروجرام ولا البورتفوليو ولا, ولا ايه؟ البورتفوليو علاقه البي ام او بالحوكمه طيب الحوكمه معناها ان انا احط اوثورتيز وهحط ريسبونسابيلتيز واقول ان فلان ده يعمل وفلان ده ما يعملش وده من حقه انه ياخد قرار وده مش من حقه انه ياخد قرار لو البورتفوليو مانجمنت قادرين بنفسهم ان هم يعملوا Governance ستراكشر بتاعهم او الجفرنس كرايتيريا او فريم ورك يبقى شيء كويس مش قادرين ساعتها ممكن تسند للبي ام او ام او هو اللي يعمل الكلام ده ليه اخترت انا النمط ده عشان لما البي ام هو اللي يحط لهم الكرايتيريا هيبقوا متحسسين من الكرايتيريا غير لما هي تتحط من نفسهم او لما تتحط من مكتب خارجي قد ان هي ممكن كده من هنا او من هنا يعني المعتاد ان الجزء بتاع الجوفرنس بيسند لي كوميتي موجوده في الشركه اعلى من البي ام او او لو هو في ليفل عالي اوريدي يعني فده يعني بيبقى ايه الجزء بتاع الجفرننس معاه على حسب البي ام اللي موجود عندي هل انا موظفه بس في المشاريع وبرامج وبورتفوليو ولا كمان معلي الليفل بتاعه ان هو قريب من السي او مثلا بتاع الشركه ساعتها ممكن ان انا يعني هيبقى في اريحيه بقى لان هو ساعتها ده ده موجود جنب السي او مش مجرد بس يعني حد جاي جديد شبهنا احنا بتاع مشاريع وهو بتاع مشاريع فبالتالي ليه يحط لنا فلما تتحط اكيد من من حاجه اعلى من الاثنين دول هيبقى أفضل زي مثلاً corporate governance اوفيس مثلاً خاص بال كرايتيريا في الشركه كلها فده هيبقى أفضل لكن لو ما فيش واتحطت من البي ام او ضروري إن هي يبقى في جرادوال امبلمنتيشن يعني يعني يبقى الامبلمنتيشن في مراعاة للتشنج مانجمنت شكراً يا محمد ولعل يبقى مسك تام مداخله من الأستاذ دكتور احمد عبد العليم دكتور احمد السلام عليكم يا بيه ازي حضرتك عليكم. انا بعتذر وهحترم انه كان السؤال السابق هو السؤال الاخير فانا مش هسال لكن هي مداخله لشخص غالي عليا جدا الاستاذ محمد السعدني ربنا يكرمك يا دكتور وحبيت ان انا يعني اشكره ويعني أتوجه برضو للجمعية بكل الشكر يعني لما الواحد بيتذكر إدارة المشروعات أو علم إدارة المشروعات من 15 سنة أو أكثر كنا على استحياء نتحدث حتى في الجامعات المصرية عن مشروع إدارة المشروعات لكن المساهمات الجميلة من الدكتور إن شاء الله محمد السعداني وأنا أتابع عن كتب سواء يعني مش عارف إذا كنت أدع سراً انه يعني رساله الماجستير كانت في جامعه حلوان وكانت نموذج لرساله الماجستير الاكاديميه الرائعه بكل المقاييس <applause> هو لديه حس اكاديمي اتوقع يعني ان شاء الله كده ربما يستهويه يوما ما التدريس الجامعي بالاضافه الى الخبره العمليه الممتازه فانا يعني حتى طلبه المشروع او الزملاء لما احب ان هم ياخدوا فكره عن سواء يعني ما بحبش اتحيز يمكن مدرستي ان انا بحبش التحيز لمدرسه ما بحبش ان احنا نبقى ملكيين اكثر من الملك سواء شهاده امريكيه او شهاده انجليزيه او شهاده من مصدر استراليه او غيره احنا عندنا فيتنس تو بيربس قد يكون هناك اوجه قوه في شهاده غير موجوده في اخرى وفي النهايه الابليكابيلتي او مدى التطبيقيه الانسب للمشروع علم اداره المشروعات مش علم نظري هو علم عملي فانا دايما اوجههم لمحاضرات او تسجيلات الباشمهندس محمد السعداني هو وكل الزملاء سواء الباشمهندس محمد ماجد او الباشمهندس احمد ابراهيم واصبح الحمد لله رب العالمين علم اداره المشروعات يعني ملء السمع والبصر وفي مساهمات ثريه واتمنى عليك يا هشام بيه والجمعيه ان تجهز يعني لترش يعني ارشفه وتوثيق لمكتبة رقمية ضخمة جدا سواء رسائل او سواء تسجيلات او سواء محاضرات قيمة زي محاضرات الأستاذ محمد السعداني اللي أنا نفسي بتعلم بيها مش معنى إن أنا نفسي لا يعني إن يعني لا أنا أقل الناس في هذا الأمر لكن هو العلم دائما وأبدا بالتعلم فبارك الله في جهوده في جهود كل الزملاء والجمعية وآسف على المدخنة لكن لمعزة محمد السعدني وقربه إلى قلبي وتميزه في مجاله وإنه دائما وأبدا عنده الرغبة في نشر العلم لوجه الله سبحانه وتعالى وأتمنى من كل الزملاء من لديه علم نافع أنه يشارك به فبعتذر عن المداخلة المقحمة أخيرا وكل الشكر لحضرتك وحضراتكم جميعا وبارك الله فيكم جميعا شكرا جزيلا بالعكس يا دكتور يعني فيش اعتذار ابدا يعني المداخله اسلجت الصدور وافرحتنا بشكل كبير يعني دوما يعني كنا بنتعلم من حضرتك في المحاضرات المستمره في في الماجستير وحتى فيما بعدها بالعكس يعني انا اللي بتابع حضرتك باستمرار واسعدتني جدا يعني المداخله جزاكم الله خير ربنا يكرمك بعزك يا رب تسلم يا دكتور ربنا يكرمك شكرا دكتور احمد سيدنا الكبير على الدخلة القيمة التي أسعدتنا كما ذكر المهندس محمد استعدني وشكرا جزيلا المونس محمد على هذا الإعداد الجيد وهذا الطرح المتميز وهو المأمول المتوقع منك دايما ونحن نسعد بأننا جمعية المهندسين المصريين في المملكة لها أزرع في مجال العمل الهندسي في المملكة وبشكل خاص في مجال اداره المشروعات ونفخر ونشرف بانك احد هذه الأزرع التي نفرخ نفخر ونفاخر بها لعل ال السعدين لهم بصمات جيده جدا 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 سواء اداره المشروعات مهندس محمد او الاي المهندس تامر مهندس محمد اشكرك على هذا الاداء المتميز اشكر الحضور الجيد المتميز الذي استمع جيدا وشارك جيدا ولعل دسامه الموضوع جعلت الوقت يمتد بنا حتى حتى الان مهندس محمد بلا شك بدون وعد منك لنا لقاءات قادمه متعدده هذا حق الجمعيه بيتك الاول في المملكه عليك المهندس محمد اداؤه ومحاضراته واسهامه في مجال اداره المشروعات متوفر عبر نوافذ عده مختلفه منها الجمعيه ولقمن اكاديمي والحساب الخاص بالمهندس محمد لا اجد حرجا في اننا ادعو الجميع لمتابعه هذه النوافذ المتميزه لاني اثق انها اعدت المواد التي قدمها المهندس محمد اعدت باخلاص واهتمام وتركيز شديد جدا اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك فيما هو قادم وأنا أثق أنه مستقبل مبهر ومشرف لك ولأسرتك ولنا جميعا ولمصر والعالم العربي هذه كانت المحاضرة الثلاثون في مبادرة تواصل التطوير ولعل الرقم الثلاثون كان من حسن المصادفة أن يكون مع المهندس المتميز المهندس محمد السعدني المهندس محمد هل لك إضافة كلمة أخيرة تمام جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك ومشكورين على الجهود المستمره ومنتظرين باقي المحاضرات انا شايف ما شاء الله الايام اللي جايه كمان في كم ثري من المحاضرات يعني ادعو الجميع ان يتابعها وان شاء الله اكون اولكم في المتابعه يعني لان شفت البوادر الاعلانات عنها ما شاء الله كلها توبكس او مواضيع جميله ومتميزه ومحاضرين رائعين جزاكم الله خيرا على الجهود يمكن كتير من الناس ما بيبقاش متخيل حجم المجهود على الجمعيه على المهندس شام والمهندس مدحت والمهندس سامح يعني فكرا فعلا يعني لن نوفيكم حقكم في الشكر يعني جزاكم الله خيرا ربنا يكرمكم الله يكرمكم مهندس محمد الاخوه الافاضل ونحن على موعد ان شاء الله كما اشار المهندس محمد يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو مع المحاضرة رقم واحد وثلاثين الدكتور وليد نصار في تطبيق النزاع في المشروعات الهندسية. من ال

لتحليل المطالبات يوم الاثنين 13 يوليو سو هذه محاضره الاسبوع المقبل يوم استاذ هندسه الطرق في كليه الهندسه المطرية جامعه مع الاستاذ وفي غعبتنا الكثير من المحاضرات والقامات العلميه المتميزه اسعد بكم جميعا وأسعد بالاعداد الجيد والاهتمام البالغ من كافه محاضرين الثلاثون الذين أمضوا معنا هذه الثلاثون ليلة الماتعة من ليالي مبادرة تواصل تطوير مع جامعة المهندسين المصريين في المملكة العربية السعودية كل الشكر لمحاضرين الكرام وكل الشكر للزملاء الفريق الكبير المتميز المخلص في جامعة المهندسين المصريين في المملكة وإن خفيت أسمائهم عن ال... عن الذكر او الحضور فالله يعلمهم جميعا اشكر المهندس مدحت المهندس سامح المهندس دكتور ابراهيم عطيه المهندس خالد عبد المهندس محمد صفوت المهندس محمد كمال المهندس عبد المنعم المهندس رضا قنديل المهندس احمد شطا المهندس محمد عادل القائمه كبيره واسعه وليس مكافاه لهم ذكر اسمهم بل على العكس الكل حريص على ان يكون الحساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جميعا وسعدت بهذه الليله المتميزه مع محاضر متميز وهذا عدنا به دائما اخونا المهندس محمد السعدني اشكركم على وعد بلقاء ان قدر الله البقاء وامر باللقاء ان شاء الله محاضرتنا القادمه مع الدكتور وليد نصار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوه الراغبين في شهر الحضور عليهم تعبئه التقييم الموجود في الشات موجود على قناه تيليجرام والماده العلميه موجوده على حساب الجمعيه على لينكد ال ان أستودعكم الله سبحانه وتعالى لا تضيعوا ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.